الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه LBC وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من برنامجنا. يوم بعد يوم بنلتقي فيكم وبضلنا بنفس الحماس واللهفه لنقدم لكم كل شيء جديد. بهاللقاء رح اترافق انا وزميلي نيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور نانسي. كيفك؟ الحمد لله وانت؟ الحمد لله كثير منيحه. اكيد انا ونانسي وكل فريق عمل ببيروت جاهزين لنباشر بحلقه نهار التنين، ومثل العاده اليوم عندنا فقرات عديده ومتنوعه وايضا ضيوف بتعرفون وضيوف جداد نتعرف عليهم وعلى مواضيع. ومثل منيو منيو يلا خلينا نتعرف على محتوى حلقتنا بهاللمحه السريعه. عدم الخصوبه عند النساء اثاره النفسيه وعلاجاته من الناحيه الطبيه والغذائيه. المكياج اللي بيليق فيكي وبيتماشى مع كل مناسباتك. فقرة الديكور وفن تزيين المائدة وأشهى الأطباق. وأكيد بالإضافة لعدد من الفقرات والأخبار من حول العالم. وبرفقونا مثل كل نهار تنين خبيرة العناية بالبشرة كارول زمرود. أهلا وسهلا فيك كارول. هاي نيفين. اشتقنا لك. هاي كيفكم؟ شو الأخبار؟ أنا كمان اشتقت لكم. أهلا وسهلا فيك. أول شيء كثير شغل، كثير أعراس، هلا بتعرفي بالخليج الطقس بلش بده يبلش يشوي، فكل شيء هلا هالشهرين بيكون في كثير ضغط بالشغل. يعطيك ألف عافية والحمد لله على السلامة. وأكيد خبيرة الصورة بتول علم الدين طبار. أهلا وسهلا فيك. هاي كيفكم؟ كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. بتول شو موضوعنا لليوم؟ لأقول لك شو الموضوع اليوم، اليوم حنحكي على الميك اب وأي ميك اب لأي أوكازيون. وحنحكي أوكي. أكيد على الألوان وحنوسع شوي بالألوان والأخطر. حلو كثير. وكارول إحنا اليوم رح خبر المشاهدين شو هن الأشياء اللي معقول ينزعوا لكم بشرتكم، يعني بتروحوا على معهد أو مركز أو عند أخصائي تتعملوا الشيء وفجأة بتلاقوا إنه انتزع وشكم، فتحوا المسامات، طلع لكم حبوب. رح نسلط الضوء شوي على هالمشاكل وكمان رح نعطي حلول كيف بنرجع منعالج المشاكل اللي صارت لنا من اثر علاج او من استعمال لشيء خاطئ. كثير حلو، مثل العاده هيك بيكون عندنا مجموعه من الاخبار، رح بلش انا بخبريتي، وخبريتي هي بتقول اوقفت شرطه لندن امس شاب عمره 23 سنه امضى الليل على سطح مبنى البرلمان وسط العاصمه. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام بريطانية الرجل هو وعم بيتجول بهدوء على سطح المبنى، وكانت قوات الأمن تلقت بلاغ بوجود هالرجل على السطح وأرسلوا طبعا رجال الإطفاء والإسعاف إلى المكان. وقالت الشرطة أنه بكير بعد تحديد سبب وجود هالشاب فوق السطح، ويذكر أنه محتاجين كمان صعدوا عدة مرات إلى سطح المبنى يلي بيضم مجلس العموم يلي موجود على الضفة الشمالية من نهر التايمز. وكمان عرفنا أنه هالبرلمان الأثري فيه كتير فيران وجرادين، وعادة النواب دايما بيشتكوا بيقولوا أنه لازم يجيبوا بسينة لحتى يعالجوا هالمشكلة. وبيقولوا كمان أنه وقت تشت كتير بيضطروا أنه يحطوا سطولة لحتى تنزل المي بقلبهم. على كل حال يعني إذا البرلمان يلي بيضم نواب الأمة هيك ما بعرف شو بدي أقول، بالهيئة البرلمان صار بده ترميمه وكلفته تقريبا بتوصل ل 3 مليار جنيه استرليني. لا وأحلى شيء إنه السواح بيركضوا بيروحوا يشوفوا الساعة ويشوفوا الهاوسز أوف بارلمنتس وبيوقفوا قدامهم، بس لو بيعرفوا شو في جوا مثل ما بيقولوا من برا هلا هلا ومن جوا يعني هيدا مظبوط هيك. أنا خبريتي اليوم عن أليس ببلاد العجائب أو أليس إن وندرلاند، أكيد كلنا بنعرف القصة والفيلم والشخصية الرئيسية اللي بتشوف كل شيء أحجام كبيرة أو أحجام أصغر. أليس إن وندرلاند بطلت بس فيلم قصة، أنا ما صارت حالة مرضية وسمي هالمرض بهالاسم، وهالمرض بيشمل أمراض وأعراض غريبة اللي بتنطوي على تصور الأشياء بأشكال وأحجام مختلفة وبرفقة نوع من الصداع النصفي والصرع، وتبدو الأشياء أو الأشخاص بغير أشكالهم الطبيعية وأكبر حجم أو أصغر تماما مثل الشخصية الرئيسية بفيلم أليس ببلاد العجائب، منشان هيك تسمى هالمرض على اسم هالقصة.
يعني بابا عم فكر انت هلا عم تحكي وانا عم فكر معقول تخيليها كبيره لا عندي اياها هالمرض على اساس عم بصير عندي مجرام كثير قوي بس عم شوف انا الكلمات اكثر من كلمه والمثل 50 بشوفها 500 بس بعد ما شفتك كارول لا اكبر وما شفتك بطول اصغر هذا عم لك شاك شاكت 5 دولار بركي بصير فيه 5 مليون يا ليت هيك قبلاني منيحه هيك وحاسه التركيز ايضا ببطل في كثير تركيز عند الشخص يعني هالحاله اصلا ما بحس انه حاله مرضيه يعني بتعتبري انه في حدا مرض لانه كلنا عم نعاني من هالشغله دائما هلا شايفه الامراض النفسيه نيفيل كيف صايرين هذيك اليوم عم بقرا عن سندروم دولاتورات يعني واحد بضل يسب ويقول كلمات بذيئه كل نهار واحد بيشوف اشياء كبيره واشياء صغيره يعني تغير حتى الامراض النفسيه صارت سايكو صار في تطور بس عم يربطوا هالمرض بالاضطراب بعدد كريات الدم البيضاء يعني هو السبب الرئيسي على كل حال ان شاء الله ما حدا يكون عم بيعاني من هالمرض لانه مرض الصداع النصفي كلنا عم نعاني منه وقله التركيز كلنا عم نعاني منه بيبقى الصرع بس بدك تشوفي شو بعدين كيف ممكن يحلوا هالمشكله صحيح كارول شو خبريتك لليوم؟ اليوم خبريتي انا مثل العاده مره ورجال ورجال ومره كل جمعه في عندنا خبريه عن كابل شكل اليوم معنا خبر نقلا عن جريده الاتحاد اللي صدرت بالامارات صباح اليوم وبتقول انه تسبب جمل بطلاق بين رجال ومراه بتفاصيل القصه انه زوجين كانوا رايحين الزياره عن بيت اهلهم وجرب الزوج انه يغازل زوجته ويقول لها هيك كلمات يغنجها فقالت له انه انا بحبك وانت كثير غالي علي بس مش اغلى من الجمل يلي عندنا بالبيت واللي بي مسميه الوليف ما عجبته الزوج القصه وبس رجعوا على البيت قال لها انه كيف بتقولي هيك قدام العالم وقدام اخواتك بتقولي انه بتحبي الجمل اكثر مني انه معقول بتقول له ايه انا الجمل بيي رفض يبيعه باغلى الثمن لانه انا كثير بحبه ايه معصب الزوج اكثر واكثر انه اجى اعطاها الملاحظه وهي بعدها مصره انه الجمل اهم منك وانا انت غالي بس الجمل اغلى منك وبحبك بس عواطفي بتميل للجمل فقام طلب الزوج من زوجته انه يروحوا بنزهه وقال لها قومي مشي دليني وين محطوط هالجمل فبتقوم تاخذ جوزها وبتفرجيه وين حاطين الوليف وبس تطلع الزوج بزوجته وشافها قديش انبسطت وفرحت وراحت تغنج الجمل وتملحسه وتبوسه قام عصب كثير ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها انه انت شكلك مغروبه بالحيوان ومش لازم تكفي حياتك مع انسان فطلقها حرام بس يمكن بدك تشوف انه معقول بتقول له لزوجها بحب الجمل اكثر منك مين بيقبلها يعني انا بعرف انا صراحه بعرف صبيه عندها بالبيت كلب صغير اذا بتكون مسافره بتتصل تسال جوزها اول شيء بتطمن عن الكلب اكل شرب بشي ما بشي مستفقد لي بعدين بتسال عن الباقيين يعني في هيك ناس ليك كمان يمكن انا بقول هالزوجه يمكن صغيره بركي بالعمر ما عندها هالوعي الكافي معقول تخيل هيك انه معقول ويمكن ما بتعرف تعبر مزبوط بركي. هلا بتتعلم تعبر هلا من بعد الطلاق لنشوف بتقول شو خبريتها لليوم انا خبريتي اليوم على ولد بالقطار رايح على برمنغهام بتصائب بيلاقي موبايل حده على الكرسي بتصائب كمان انه بيرن هالموبايل بيحمل الموبايل بيرد عليه بيطلع هلا بتشوفوا الولد اسمه جورج براون على فكره عمره 12 سنه بيطلع ام صاحبه الموبايل عم بتضايق بلما تعطي الهام اول ما بنوصل على الستيشن انا دغري حوصله للامانات اوكي بتقول له بس انا بدي اعطيك مكافاه بلا لا 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 ما بيقبل بتروح القصه وبيوصله لكان بحط هو التليفون وبتروح الام لتجيب هالتليفون بتقوم بتلاقي مع التليفون يلي انردلها بتلاقي كلمه كثير حلوه مكتوبه هلا يا ريت بتظهر على الشاشه كتبها وحاطط لها فيها Don't worry about the money just do something nice for someone else وبيمضي جورج براون شو حلو انه ما تعطي الهم بخصوص المصاري انه تعمل شيء منيح اعملي مني شيء منيح لحدا ثاني هو يا ريت 12 سنه حلو هالوعي عند الولد يعني و كثير حلو عاده يمكن الولد بينبسط انه مكافاه وبياخذها يمكن بطفوله انه مكافاه ببراءه بس يفكر بهيدي الطريقه يعني قد ايه في هلا غير انه ما ترك الموبايل معه
انه دغري انه راح يرجعوا يعني عندك طبعا كذا. هيدا بيرجع لتربيه الاهل بيكون له دور كثير كبير. اكيد اكيد. من بعد ما عملنا هالجوله هيك على الاخبار صار وقت هلا ننتقل لعند دلوله. دلوله اجت مؤخر اليوم. موجوده لا هاي كيفك نانسي؟ ما اخذت حدا معي اللي بده يجي اهلا وسهلا. بتعرفوا انتم هون من اهل البيت اللي بحب يرفقني. شو الاخبار؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ شو عنا اليوم؟ اليوم عنا وصفتين، عنا تارت مع تارت، عم نحكي على تارت الحلوة أكيد يلي بدنا نضيف لها الكريمة على موكا، يعني اليوم عم نشتغل بالنسكافيه. اوكي. بدنا نعمل كريم كثير طيبة وبدنا نضيف لها النسكافيه، بدنا نوضعها على أكيد العجينة المخبوزة خبزة كاملة، بدنا نرجع نوضع عليها شوكولا. بالإضافة علي جوا بس تقلك شو انه لا دائما انا ومنتقلها بالحمص انا عندي كلمه المعروفه هاي هاي شو طبخين وعاملين اليوم كب كيكس على سمك يعني مثل ما الكل معودين انه ناكل كب كيكس الحلو هلا كثير دارج انه نشتغل بالكب كيكس بس على طريقه المالحه يعني اكيد ما بدنا نوضع السكر بدنا نوضع الطحين عم نحكي على بيض حليب زيت نباتي عم نحكي على فيليات سمك شاويينه شوي بالفرن اكيد بالاضافه لشوي من البيكنج باودر ما بدنا ننسى بهار الابيض بهار الاسود الملح مثل ما فينا نحط شويه بهارات عليهم شويه حبق ووضعهم بالفرن مثل ما فينا كمان نوضع الفطر البروكولي يلي نحن بنحبه بنشتغله والدراي توميتو اكيد اول مره بسمع بكب كيك سمك ما بحياتي سمعتها وبدي اقول كمان نانسي انه هيدي وصفه فينا نقدمها على خضار سلطه يعني فينا نحط لولا روسا ايسبرغ روكا هلا هون شو حاطين؟ هيدا خس خس هيدا خس اوكي هلا بدنا نشتغله صوص بدنا نوضعه بيجات وبنوضع عليهم الكب كيكس المفتور اكيد مثل ما فينا نقدمهم كمان بصحن لحالهم يعني بلا شيء ناكلهم هيك كثير طيبين بدنا نقول انه هلا كل شيء حلو دارج كثير انه نشتغله مالح صح ونقدمه ما مش هيك يوم حبينا وهيدي وصفه كثير كثير طيبه اوكي هيدي تارت مع الشوكولا هلا اول شيء اكيد حنبلش نحكي على عجينه التارت نعم. عم نحكي على عجينه حلوة ما بنستخدمها غير للحلو مش بس لهيدي الوصفة لحيلا مكون اوكي وهيدي تارت اكيد فينا مثل ما هون عم بيشوفوا انه هيدي وصفة خلصت نغلفها بالنايلون ونوضعها بالفريزر لمدة شهر اثنين ثلاثة ما بصير لها شيء ابدا بنشيلها قبل بخمس ست ساعات من مدة ونشتغل فيها اوكي مثل ما فينا مثل ما هون هلا عم نشتغلها بس نحكي شوي على الوصفة هيدي وصفة فينا ندعكها بالايد لانه عم نحكي على 400 جرام من الطحين او كوبين من الطحين بدنا نضيف له نص كوب من السكر البودره بدنا نضيف بيضه كامله مع رشه من الفاني وما بدنا ننسى نضيف 200 جرام او كوب من الزبده هون بدنا نقول انه هيدي وصفه ما بتزبط اذا ما بنحط زبده ما بتتماسك اوكي بدنا ندعك مضطرين يعني اجبار نحط مضطرين اوكي بدنا ندعك كل الخليط سوا بدنا نغلفها بفوطه مطبخ نوضعها على جنب لمده ساعه لا تتخمر العجينه أوكي. بعد ساعه من مد العجينه نوضعها بقالب حيل قالب التارت معقول يكون كبير او صغير مثل ما نحن بنحب شو بدنا نعمل بدنا نشكوكها مثل ما هون عم بيشوفوا بدنا نتقلها بحمص حب ني جملتي الشهيره اللي هي حافظتها ليش بدنا نتقلها لانه تنأكد وقت نحمل الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق ونرجع نوضع العجينه مثل ما هون عم بيشوفوا حنحط الحمص هلا فينا نحط ورقة بس ليش بتبخوش اياها مثل ما قالت كرمة عجينة لا مش بس تمام عجينة تنأكد انه ما حتطلع اوكي كل عجينة بدنا اياها ما تطلع من بخوشة بنتقلها بالحمص الحب الني يلي بنستخدمه لكذا مرة بنحطه على جنب ومثل ما هون عم بيشوفوا بنحمل الفرن ونوضعها بقلب الفرن لمدة 15 17 دقيقة 180 درجة 180 درجة بس اكيد اكيد ننسي بدكم حاملين الفرن قبل ب 10 دقائق تا كله يكون بالحمصات بس تطلع بس تطلع بس من الفرن بس تطلع بنشيل الحمصات لا ابدا هلا فينا نحط فيك تستعملهم اكثر كمان. من مرة كمان فينا نستعملهم 20 25 مرة ما بصير شيء ابدا صح نوضعهم على جنب ليه بنحط الحمص تنتقل البور تبع الطرف الطرف تنأكد انه ما حتقشط ما حتطلع طيب. بالنص حمل الفرن دلال وانا راجعه وانا رجعت لك بعد شوي رح نروح على نبيلة نشوف شو محضرت لنا تقرير نانسي كيم كارداشيان بتفاجئ جمهورها بباريس بالشعر الاشقر خلينا نشوف سوا كل التفاصيل بهالتقرير
قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أن تكون نجمة أسبوع الموضة الباريزي بعد أن صبغت شعرها القصير بالأشقر البلاتيني وتألقت بعدد من الأزياء، وخطفت كم الأنظار بلون شعرها الغريب وبإطلالاتها المتنوعة، إلا أنها ومن الجهة الثانية فقد سببت خضة إعلامية وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض. ولم يتردد بعض رواد الإنترنت في اللجوء إلى تويتر مباشرة بعد أن كشفت نجمة تلفزيون الواقع عن تسريحتها الجديدة لدى مشاركتها في عرض أزياء بالمين في باريس للسخرية منها وتشبيهها بكل الشخصيات التي تعرف بلون شعرها الأشقر. فقد شبهت كم بالممثل أورلاندو بلوم في فيلم لورد أوف ذا رينجز ولوسياس مالفوي العدو في فيلم هاري بوتر، كما وأصبحت كم شبيهة الدمية كيرا التي جسدها الممثل جيم هانسون في فيلم The Dark Crystal عام 1982. ولم تتوقف المقارنات عند هذا الحذف حسب، بل وشبهوها بنجم الروك رود ستيوارت أو بالممثل براد بيت وبلوكه الذي تميز به في فيلم Years in Tibet 7 وبلاعب كرة القدم السابق ديفيد باكهام عندما كان لا يزال شعره أشقر طويل في العام 2003 وبشخصية ديزني المعروفة ألسا من فيلم فروزن. أما كم فقد أعلنت بنفسها عن إطلالتها عندما كتبت على حسابها على إنستغرام أصبح شعري أشقر لدي أفضل فريق عمل. لا ظلموها بهالتعليقات، بالعكس كم كثير حلو كل شيء بالبقلب. بعتقد هي ذكية، بتعرف الحلو والمش حلو، بتعمل هيك لتجذب الناس، تخلي الناس يعني تحكي عنها يعني. صح بالفعل، وبعدين حلو التغيير وحلو هالجرأة اللي عندها اياها يعني، حلو التغيير من الاسود للاشقر دغري والقصير يعني كثير حلو. يعني انت هلا جمعه الجاي مثلا اذا بتجي انت شعرك بلاتين وانا بجي شعري اسود، قلت لها لنانسي اعملي اشقر. لا انا ما بتحمل، انا هحكي لك شعرتين ونص بس، وين بدي اعمل اشقر؟ بدي روح كنت بلاتين صرت اسود، كنت بلاتين صرت اسود دغري. نقلتي هيك هلا الأكثرية لعيونهم ملونين، اذا بتلاحظي ببلشوا بالشعر الاشقر بعدين بينقلوا دغري للشعر الغامق وبيبقوا على الغامق الأكثرية، هيك بيبرز لون العين الملونه. بس تحملتي يعني مش انه نقصتي كاول؟ شوفي انا عشان كان كل فتره انا بحب الاسود كثير يعني من الاساس، بس كانوا كيف بيقولوا الاهل ما كانوا كثير عم بيتقبلوه، بقى ضليت بلاتين 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 ل خلص. على فكرة أنا بالزمانات كنت عاملة أشقر، هلأ تذكرت بالزمانات يعني مش سنتين ثلاثة جيبين لنا صورتك لنشوف عن جد أشقر 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 بس بعدين رجعت دغري أسود. عند كم مش بس شانجمون دو كولور، ما بس مغيرة لون شعرها، مغيرة كل الستايل الستايل كله ماشي مع لون الشعر والقصة اللي عملتها، بقى اتس فيري نايس. شكله كان إيه هيك مأثر عليها هو نقل اللوك باي ذا واي. إيه ما هو بحب الشقر، قبل بمرة وقتها فتحت قالت إنه هو بحب الشقر، رجعت هلا. على فكره اللي شعرهم اسود مثل ما قلتي ما بيتحملوا، بيروحوا وبيرجعوا دغري على الاسود. شوفي هيفا عملت شوي افتح لون ورجعت لون، عملت احمر رجعت دغري على الاسود. انا اشتقت للاشقر، لازم تشقري كثير كان كثير كان لك الفاتح، لازم ترجعي تعملي اشقر. هلا بتقري بحب البني. اوكي طيب، هلا بتقري لي كل شيء ما بنعرفه عن هيو جاكمان، رح نتابعه سوا. They did to me what I am can't be undone. أحب القطارات دائما، وعندما كنت في 18 من عمري كان لدي اشتراك قطارات وقضيت ليالي كثيرة نائما بداخلها. هذا ما أفصح عنه الممثل الأسترالي هيو جاكمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية مؤخرا، فهو يحب الارتحال بالقطارات ويسعد كثيرا بجلوسه على مقعد خلال تلك الرحلات. لكن يبدو أن كثيرا من تلك الليالي لم تكن مريحة، حيث قال جاكمان البالغ من العمر 46 عاما: نمت كثيرا على أرضيات القطارات وأمام المراحيض أيضا. وذكر جاكمان أنه يشعر حاليا بالاستمتاع كثيرا في رحلات القطار المريحة التي يستطيع القيام بها حاليا. تجدر الإشارة إلى أن جاكمان كان يرتاد قطارات يورو ستار مؤخرا خلال جولته الأوروبية
لترويج لفيلمه الجديد تشابي، مثل ما أظهر في صورة نشرها على موقع إنستغرام. لكن ما عاش حياة كتير حلوة مثل ما مبين، وتشابي حسب ما قلنا هذيك المرة أنيس ثابت إنه فيلم كتير حلو لازم الكل يحضروه. عم تحضروا موفيز؟ إيه. شو حضرتي آخر شيء؟ 50 Shades of Grey. أوكي. بلي شو حضرتي؟ لا لا فترة مني رايحة على الموفيز. ما عم تحضري؟ ما حبيبة موفيز. مانك حبيبة موفيز. شو بتعملي؟ بتقري؟ كثير أشياء حلوة. بقرا. بقرا بقرا كثير. إيه بحب أقرا. شو قريتي آخر كتاب؟ آخر شيء شوفي لا آخر شيء كان ريسيرش اكشلي. ريسيرش كانت إيه ما انه قصه وهيك كانت دوكيومنتير وريسيرش إيه كانت مطلعتها من الانترنت هيك كانت حلوه بس مهمه حرزانه لازم تشافي لكن ايه ضروري قلت انيس ثابت لانه كثير حلو. كارول باقيه معنا اكيد رح نحكي عن كل انواع البشره وكل الحلول لكل انواع البشره. بتقول اكيد بهمنا رايك فاكيد بقيه معنا، رح نفوت بكل تفاصيل مواضيعكم بعد هالفاصل، واكيد جمهور روتانا خليجيه باقي معنا لانه في فقرات عديده ومتنوعه بانتظاركم. فاصل ومننطلق. نتابع ببيروت والحلول المناسبة لمختلف أنواع البشرة، هذا موضوعنا الرئيسي مع كارول زمرود. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. مرة جديدة هاي كارول. هاي. نبدأ بالليزر، أي متى بنستعمله لشو بيستعمل ولا أي نوع بشرة؟ هلا قبل ما تفسدي لي المفاجأة وتقولي شو اللي بيستعمل للبشرة، خليني بلش أقول إنه في حسب، أنا دائما بنقي مواضيعي حسب شو بكون شفت مثلا كل الأسبوع مشاكل. أو شو بكون مشاكل. فهالاسبوع بما انه كنت بدوله عربيه وتكرر علي مشهد البشره التعبانه، رجعت وصلت على بيروت رجعت شفته هو ذاته. اوكي. فقلت خلص لازم نحكي نضوي على هالموضوع لحتى يعرفوا السيدات والستات والصبايا انه في اشياء عن جد بتنزع البشره ومش مفروض تنعمل. شو هي هال اول شيء الليزر، رح نشوف الليزر كيف بنروح لنشيل الشعر ونقع بمشكله ثانيه. السبب الثاني الميك اب المستمر يلي بيكون فيه بقلبه سيليكون بيس واول بيس كيف يفتح المسام. وسبب الثالث استعمال كريم غير مطابق لنوع البشره وعدم اذا بدك مواساته للجلد. اوكي رح نبلش اول شيء باي مشكله؟ مشكله الليزر. رح نبلش بمشكله الليزر. غالبا اول ما تبلغ الصبيه وتكبر بتعلي شعراتها عن وجهها، بتحس انه في عندها اوقات وبر. مش عم نحكي عن الشعر الاسود، الشعر الاسود ما بيعمل كثير مشاكل، انما بتحس انه في عندها وبر على وجهها او وبر على سوالفها، بيزعجها، بتحس انه لون بشرتها منه موحد او في عبوق او هالوبر عم بيسبب لها مشكله معينه منها مرتاحه مع حالها. فاول شيء بتعمله هو انه بتروح على مركز مختص او عند اخصائي. أوكي. لحتى تتخلص من الشعر. بس مش دائما الآلة يلي تستعمل لها الحالة بتكون مناسبة للوبر يلي بالوجه، وخاصة خاصة إذا كانت البشرة لونها أسمر، يعني الأوليف سكين اللون الثالث من درجات الثالثة الجلدية الرابعة والخامسة، يعني إذا كانت حنطية إذا كانت سمراء أو سمراء غامقة. فمش معقول تستعمل أنواع من الليزر تشلها الوبر، الليزر ما رح يقراها. أوكي. فاللي رح يصير رح تصير تروح وتجي تروح وتجي تعمل بهالجلسات على الفاضي بين هلالين بدون استفادة، ورح نكون كل مرة عم تتلقى البشرة حماوة هيت من الليزر. واللي بيصير المسام تحت نتيجة الحرارة بده يتوسع بده يتفتح، وإذا كانت البشرة مختلطة أو دهنية بده يعبي بقلب المسام دهون، وبده يصير في عنا زوال تفتح للمسام، وكتير أوقات رح تطلع الشعرة مقلوبة ورح تفوت الصبية بشيء اسمه سايكل، انفينيت سايكل، يعني تطلع الشعرة بتعمل لها ليزر بتلتهب بيطلع لها يعني دوامة. خلص بتفوت بدوامة ما بقى تقدر تطلع منها، لا بقى تطلع تقدر تترك الشعر لأنه عم ينحلق بالشفرة الوبر يلي على وجهها، منه صار شعر منه بعده وبر منه نصه اسود فاتح منه نصه اسود غامق، وما بقى فيها تتركهم بيطلعوا على وجهها وبصير وجهها كله شعر. اوكي. بهالحاله بتوقع بمشكله وبتوصل قدام حيط مسدود. بتجي لنعالج الحبوب والالتهابات والمسامات اللي فتح، بنمنعها عن الليزر بينتلي وجهها كله شعر بيطلع بشع،
واذا قلنا لك كفي ليزر وجهه كله بده يتفتح مسماته وبده يصير يطلع لحبوب ملتهبه على كل وجهه. رح نشوف كم صوره يلا. اكيد وبنشوف كيف بصير الوضع. اول صوره معي لليوم الوبر يلي بيكون على السوالف واوقات ممتد على الرقبه. بنشوف انه النقط البنيه تحت كل نقطه بنيه في حبه وبكل حبه في بصيله الشعره عامله مايكرو انفكشن. يعني هون الصبيه ما كان عندها الحبوب من ورا الليزر صار عندها هيك 100% فتحوا مسامتها مثل ما فسرت انه هالحماوه اللي عم تنضرب فيها جلده، الحماوه مش عم تضرب البسطه الشعره السوداء الغامقه، عم تروح كلها تشربها الجلده، عم تتوسع فيها المسامات وعم يلتهبوا بصيلات الشعر. نعم اوكي. نتقل نشوف الصوره الثانيه، بشره بيضاء، بنشوف البشره بيضاء مش بس بتوسعوا مسامتها، بيتفقعوا شرايينها كمان وممكن يطلع لها تصبغات بنيه. فاذا الحاله هون ما كانت هيك، كانت البشره المراه كان عندها بشره بيضاء وما كان في عندها هالمشاكل، من بعد هالعلاج صار في عندها هالكومبليكاسيون يلي صار في عندها بشره فيها شرايين مفقعه وفيها مثل البرغل صارت مبرغله كل الوقت. الصوره اللي بعدها هون واضحه اكثر يمكن المسامات مفتحه. هون المسامات فتحوا كثير. اوكي هلا هي بلشت على اساس انه كان بس بدها تشيل على الاطراف وكان في عندها كم شعره بنص خده هيك وبرات صغار، قال يلا بشيلهم على طريقي. وبما انه هالنوع من الليزر مش لهالنوع من الوبر فاللي صار انه الحماوي الكتيره فتحت لها. شوفوا كيف في عندنا عده سايكلز للحبوب، في عندنا مسام مفتوح، في عندنا زوين صغير، في عندنا حبوب ملتهبين، وفي عندنا وبر. يعني اذا بنطلع مزبوط بنشوف انه في وبر، في حبوب، في زوان، وفي التهابات، وفي مسام مفتح. يعني بيفتح المسام بيعمل زوانه، بتأشر الزوانه بتلتهب، بتلتهب بتعمل حبه حمراء كبيره وبيعلم محلها. فاذا هيدا السايكل يلي بتفوت فيه الصبيه. بنتابع كمان بنتابع بنشوف هون بنشوف هون بنشوف صارت الحبه مقلوبه، هون نوع ثاني من المشكل يلي الحبة قد ما الشعرة قد ما رقيقة صارت تعلق بقلب المسام والدهن تبع الحبة، يعني تطلع عاملة حبة بدها تطلع الشعرة ما عم تقدر تطلع فتعلق وتبرم طريقة وتلف وتلتهب بقلب الحبة. بهالحالة بس نعمل تنظيف للبشرة منشيل المادة الدهنية الملتهبة ومنسحب شعرة شعرة وبنرجع بنحط كريم مضاد حيوي وبنمشي عليه الترا ساوند لحتى ترجع البشره تسكر على نظيف. هلا بنحكي بالتفاصيل عن العلاج. اوكي تنتبه لكن مع الصور بنتابع مع الصور كمان بشره بيضاء. شوفوا هون البشره بيضاء من اثر الحماوي صار في عندنا بنسميهم ريجوزيتي، يعني صار في اشياء مبرغلين اذا بتحط ايدها على بشرتها بطل ملمسها ناعم، صار في عندها مثل تضاريس منهم حبوب ما بينفقوا بس عامله مثل نوع اريتيشن، يعني محمرين والبشرة مستاقة من حماوة الليزر يلي متكررة على البشرة. اوكي منتابع منشوف هون التهبوا، منشوف في حبوب مبين فيهم عمل ومنشوف في حبوب تحت الجلدة، هيدول يلي ملتهبين اذا دسيناه هون بيوجعوا وقبل ما تطلع الصبية بتقلي انه عم يوجعني هون. يعني بتكون بعدها تحت الجلده وبدها تطلع وبس تطلع بتكون اكنه حبه كبيره حمراء وملتهبه وكثير صعب انه تروح، ما بتروح بيوم ويومين، بتاخذ وقت لتطلع وتلتهب وتحمر ويروح محلها، بيكون صار وقت جلسه الليزر الثاني. اوكي بعد في صور ولا نبلش نحكي؟ بنكفي بنشوف بعد صوره غير هيدي الصوره، هون عم نشوف الحبه ملتهبه على القريب، بنكفي بنشوف اذا بعد في معنا صور. اوكي هون بنشوف حالة متقدمة. ليش؟ لأنه هون صبية صغيرة بالعمر يعني تين ايجر، كان في عندها شوية شعر بس كان في عندها زوان، كان في عندها حبوب صغار على وجهها وبالحماوة هالزوانات الصغار اللي كانوا موجودين على وجهها التهبوا وتمددوا وصارت كل بشرتها حبوب. هلأ هون صرنا بدنا نعملها بدنا نوقف علاج الشعر وبدها تتحمل وجهها فيه شعر لبين ما تعالج 6 أشهر الافرازات الدهنيه والمسامات ترجع فيها تعمل ليزر عادي بعد مش هيدا الليزر، بنوجهها على نوع ثاني هلا رح خبركم عنه. اوكي بنتابع في عندنا بعد أوكي. هون بنشوف صبيه ثانيه كيف نزل على رقبتها حتى كمان الاريتيشن المسام كله مفتوح، وبنشوف اخر صوره. اوكي هون بنشوف الشعر بعد سنتين ونص من الجلسات على البشرة السمراء بعده مثل ما هو بس في بيناته شي زيادة كم حبة.
وأنه هون كان عندها وبر، صار في عندها شعر. شعر يعني موضوع كتير حساس صراحة، ولازم طبعاً الصبايا ينتبهوا، وخاصة عرايس، يعني أنه عروس ما فيك تجي تشوهي لبشرتها وتصير بالشعر. أوقات بيقولوا اللي بيضطروا مثلا تكون طالعة مش وقت الجلسة، بتضطر تشيلهم بالشفرة هون، كأنه بشرة كأنه فقعت يعني. هون بشرة بيضة، بيضة رقيقة كتير، ونحط لها نوع غير أبدا غير مناسب، فقعوا كل شرايينها هون لأنه كانت منشفة ما عندها ولا جنس الدهون. فكيف إجا الأذى على بشرتها؟ الأذى على بشرتها من السخن، نوع من انحرقت، ونتيجة الحرق فقعوا كل الشرايين ببشرتها. كارول يعني هون فينا نقول أو نطمن الأشخاص أنه في حلول لهالمشاكل؟ في بس بدهم يمشوا معنا بالعلاج، وبدهم يتحملوا فترة بنسميها ترانزيشن فيز، يعني تنقطع من مشاكل الالتهابات والى اخره، لحتى نرجع نرد البشره غير مستاءه ونقدر نسيطر على المسام والالتهابات. بهالفتره بدعي كل الصبايا اللي مرقوا بهيك حاله، او اللي مفكرين يعملوا هيك علاج، او يلي عارفين انه هن بهيدي الفيز، هن بيكونوا عارفين حالهم شو عم بيصير فيهم، انه بدكم توقفوا الشعر، طريقه نزع الشعر يلي عم تشيلوها، ونجرب نلتجي لتقنيه مفيده. هلا حاليا صار في الليزر المقطع يلي بيترك البشره مسقعه وبيفوت بس على الجلده، يلي هو الدي بي 2 بروجرام، يلي بيشتغل بس على الوبر. بنصح انه ما بنعمل نفس النظام يلي بنشتغله على الشعر الاسود السميك، نفس النظام نشتغله على الوبر، لانه ما رح يجيب نتيجه. النتيجه الوحيده اللي رح نلاقيها هن هالكيسز يلي شفناهم قدامنا اليوم. فاذا هالنوع من الليزر نحن صراحه من وقت ما بلشنا نستعمله عنا بالمركز حلينا ثلاث ارباع المشاكل هيدول. بتفوتي وبتطلعي ما بتحسي انه في عندك اريتيشن، ما بتحسي فتح المسام، بتحسي انه عم تستفيدي كثير، لانه معمول خصيصا للوبر. يعني مثل مية الشتاء، مثل ما كنت فسرت انه البيم ما بيجي الاشعاع ضربه واحده، بيجي متقطع، يعني شقفه بروده، شقفه بروده، شقفه بروده، لحتى التارجت يكون البصله الشعر تاخذ ليزر، الجلد تضلها بارده، البصله تاخذ ليزر والجلد تضلها بارده، لحتى ما تلتهب الجلده، ما يفتح المسام، وكل الاشعاع يصب على البصيله بدون ما ينأذى سطح البشره. في وجع؟ ابدا، كثير محمول، كثير محمول. في مره جربتي باتول ليزر للوجه؟ نو، شوفي انا كل شيء بخص الوجه انا خويفي، ما انا بخاف من هالمشاكل، يعني انا من النوع فتش. لا هلا شو صاير مشاكل، شو صاير هيك، بقى بخاف كثير، بخاف بقول انه يو نيفر نو، اتس نوت اونلي. هلا اكيد الاشخاص اللي يعني جربوا عنا بيقولوا لك انه غير عن كل الاحاسيس اللي حسوها، خاصه اذا كانوا شاغلين قبل بتقنيات ثانيه. بتعرفي المشكله صايره، صار مش حقول حيلا مين، مش من حقي اقول حيلا مين عم بيفتح، بس انتر جيمي صار في كثير ناس عم بيفتحوا وعم بيعملوا ماركتينج، وبتلاقي فجاه على الفيسبوك ب 10 دولار تعي قيمه كل شيء اسمك بالليزر. هربي بس تشوفي التجميل رخيص، هربي بس تشوفي التجميل اللي سعره معقول، روحي على محل موثوق، واذا بدك مبين تراست تبعه من عبر السنين. يعني عشان هيك وقت عم تعطي توعيه كيف بنقول اتس فيري جود للعالم يعرفوا، عشان بعد عنا دقيقتين احسن ما يدهمنا الوقت هيك. بس صناعه السبب الثاني يلي عم يفتح المسامات واللي بيجوا لعنا هو الاشخاص اللي بحطوا كثير ميك اب، واللي بيطلعوا كل يوم كل يوم مثلا بيروحوا على الدوام مجبورين يحطوا ميك اب، وهلا انفسدوا على موضه البرايمر السيليكون برايمر. سيليكون برايمر يا احبائي مش لكل يوم، مش للاستعمال اليومي. هذيك المره على فكره قلتي لي انه بفتح المسامات، قلتي لي مش تخيلي حاطه سيليكون برايمر كل نهار كل يوم سبع ايام بالاسبوع، مستحيل بده يفتح مسامك بعد ثلاث اشهر. واذا كنت عايشه ببلد فيه رطوبه مثل الخليج، مثل الامارات، السعوديه، قطر، الهب، وانت حاطه سيليكون، مسامك بده يتفتح مثل الصوره الرابعه اللي شفناها. طيب شو بنحط باز؟ بتحطي باز مرطب، كريم مرطب، بس كريم رجول العادي تبعولنا يعني. اذا عندك سهره او عندك عرس وبدك تعملي ميك اب للصور، بتحطي مره بالشهر بوقت المناسبه سيليكون برايمر، وبتنظفي وجهك بالمنظف الخاص بالسيليكون برايمر، لانه بيعبي بتحت المسام. كيف نحن عم نضطر نشيل رواسب سيليكون برايمر؟ ما في عندنا الا بذر العنب الوحيد يلي بيقدر بيدوب
الرواسب تبع السيليكون لانه منا من الدهون ومنا من العرق يلي بتبقى مترسبه بكعب المسام واللي هي زيت بالاخر عم بتشتش هالبشره كل النهار، كل ما تعرقي بيتمدد المسام بيتمدد وبيفتح واخر ثلاث شهور بصير في عندك مسامات مفتوحين. فاذا الاشخاص اللي عندهم هالمشكله بالمسام المفتوح ثلاث جلسات من بذر العنب ريزفيراترول فورس يلي معمول خصوصي للمسامات بيقدر يرجع يسكر لنا مسامات البشره ويردها بشره طبيعيه او بشره مختلطه. ثالث سبب واخر سبب على السريع لليوم استعمال كريمات خاطئه. يعني كثير بنروح على المول بيتلقطوا فيك مدام هيدا كريم كافيار، هيدا ذهب، هيدا خلايا، هيدا فيتامينات، هيدا زيوت، بتشتري بتعجبك العلبه بيعجبك السعر بتشتريهم بتحطيهم على وجهك، بتكون تركيبه الكريم زيتيه، بتحطيها بتحسي دغري انه لمعت، بتحسي دغري انه قد ما تعملي هيك في شيء جليزي على جلدك، بس تحسي انه بشرتك بعد ساعه ما امتصت الكريم، يعني بشرتك ما تقبلت الموضوع، بدك توقفي لو قد ما دافع حقه، لو من وين ما جايبتي، لو حتى طلع لك هديه وشفقان عليه بتحطيه على الاكواع على الركب، حطيه على رقبتك على الديكولتي، بس ما بتحطيه على وجهك، هديه لحماتك. شو بحدي؟ ليه؟ لانه بكون هي بشرتها جافه بحاجه لدهون وهي بتستفيد. حلول مع كارول بكل شيء مش بس بالبشره يعني. لانه اذا استعملت كريم هيك اويلي بيست وحطيتيه على وجهك وحسيتي انه مش ماشي حاله، والمصيبه الكبيره وين؟ اذا حطيتي فوقه واقي شمس دهون فوق دهون، بعد شهر ثلاث اسابيع بتبلشوا تلاحظوا كم حبه طلعوا، وبعدين بتحسوا انه بشرتكم مستقى من هالكريم وبلش المسام ينفتح. شو الحل؟ ريزفيراترول بيور لحتى نسكر المسامات ونغير الكريمات، بدل ما نجيب كريمات دهنيه اويلي بيست منجيب جيل ووتر بيست مثل اللي حكينا عنهم الاف اي 2 جنريشن يلي الكريمات الجديده يلي فيها تركيبتها مي بدون زيوت. ولحقوا حالكم لانه هلا انسب وقت انه واحد يعمل ريزفيراترول. بعد في عندنا هالشهر والشهر الجاي وخلص طمنك راح اعمله مارتش وابريل وانا مع نانسي اهلا وسهلا بالصبايا يا اهلا ميرسي بنشوفك نكست ويك اذا الله راد ان شاء الله. وبتول اكيد انت رح تبقي معنا لانه بعد البريك رح تعرفينا يمكن على انواع المكياج المناسب لكل مناسبه. اسئله 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 اكيد بلشوا يوصلوا اسئلتكم بليز على انستغرام او على رقم التليفون اللي بتعرفوه او على فيسبوك كارول زمرود او على واتساب الموبايل، كل الاسئله بنجاوب عليهم وحده وحده. اوكي طار كثير انا هيك اسمحوا لي روح عند دلال مره ثانيه لشوف وين صارت. خلصت التارت تاخذ العين عنك. خلصت عجينه التارت مش ايه؟ التارت بعرف العجينه اللي خبزناها مثل ما هلا حيشوفوها خلصت. شو بدنا نعمل؟ بدنا تركها تسقع شوي، بدنا نشيل الحمص بدنا نضبهم لمرت الجي. وشو بدنا نعمل؟ بدنا نقلب التارت تنوضعها على جات اللي بدنا نقدم فيه واكيد بدنا نحشيها. وهون مثل ما هون عم بشوفوا هيدي عجينه كمان مخبوزه خالصه، فينا نمسكها ونحطها بالفريزر لمده شهر اثنين ثلاثه ما بصير لها شيء ابدا كمان. هلا بدنا ننتقل تنشوف الصلصه يلي بدنا نوضع على التارت. اليوم عم نحكي على نص لتر من الحليب السائل يلي ضفنا له ملعقه كبيره من النسكافيه حركناه ببول، وضعنا ثلاثه صفار بيض ونص كوب من السكر. هلا بنحسه كانه رخو كثير يعني. هلا بدنا نشده بالكورن فلاور او بالمايزينا. اوكي هلا على طول اول ما بلش يسخن الحليب كنت مزجت بول ثلاثه صفار بيض مع نص كوب من السكر العادي تبع الشاي والقهوه، اكيد مزجناهم سوا وضفناهم على الحليب. نحن عم نحرك نانسي شوي شوي. هيدا عاده بيعملوا فيها تيراميسو هيك على نسقه ولا لا؟ لا هيدي غير شيء نهائيا. هيدي كريم باتيسير، هيدي اللي بنستخدمها للتارت يلي مع الفريز او حيلا شيء، بس اليوم حبيت ضيف لها النسكافيه تطلع لها طعمه الموكا تكون طعمه كثير طيبه. لكن مثل ما قلنا من بعد ما ضفنا الصفار البيض اللي مزجناه مع السكر بدنا نضيفه مثل الزيت نانسي، يعني مش نضيفه نتفرج عليه ابدا، بنضيفه نحن وعم نحرك شوي شوي.
وشو بدنا نعمل؟ بدنا ننطر اول ما يبلش يغلي الحليب كون دوبت ملعقتين كبار او ثلاثه من الكورن فلاور او النشا مع ثلاث ملاعق من المي المسقعه على جنب، واول ما تبلش تغلي الكريمه بدنا نضيفهم نحن وعم نحرك. اوكي. وشو بدنا نعمل؟ وقتها تخلص الكريمه بدنا نقلبها، نوضعها بقلب بول ونغلفها بالنايلون تما تعمل كوش من فوق، اوكي؟ قد ايه بدنا وقت؟ يعني تتفتير او تتسقع اكيد اطيب، هيدي وصفه يعني نشتغلها قبل بيوم، نسقعها بالبراد بتكون اطيب بكثير. وشو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب التارت يلي بعدها سخنه، يلي سقعت اكيد، هلا بدنا نشتغل سوا، بدنا نذوب الشوكولا، يعني اليوم نحن عم نحكي على نص كوب من الشوكولا الاسود المذوب بنص كوب من الكريمه، اوكي؟ بدك تذوبيش هلا للشوكولا لا ولا بعد شوي لتسقع العجينه؟ طيب اوكي خلص نرجع بعدين لكن لعندك بنشوف كيف خلصنا الكريمه صحيح. وهيك بنفسر اكثر اكيد. ونحن لهون بدنا نودع مشاهدينا عبر روتانا الخليجيه، واكيد بندعي لكم تتابعوا بقيه حلقتنا عبر شاشه ال بي سي. لحظات قليله مع الاعلام نرجع نتابع، خليكم معنا. ببداية حلقتنا حكينا عن العناية بالبشرة، هلا صار وقت نجملها بمكياج حلو وبيلبق لكل الأوقات إن كان بالنهار وإن كان بالليل، فبيساعدنا نستضيف خبيرة التجميل دينا البطل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وطبعا بتقول على مدينة تبارة بقي معنا لتعطينا نصائح عن أنواع المكياج اللي لازم نتبعه حسب الأوقات وحسب المناسبات. بداية بتقول اليوم المكياج صار حاجة، كلنا بنظهر مع مكياج حتى بالنهار، كيف فينا نحط مكياج بالنهار اذا بدنا نبلش؟ شوفي هلا اول شيء انا بدي اقول لك في عندك الاليمنتس اللي على طول موجود نهار ظهر عشيه، مم وقتها ما بدنا نحط ميك اب وبدنا نكون كثير ناتشورال، ما بنحكي صرنا على ميك اب نو ميك اب، هو الفونديشن الكونسيلر واكيد الباودر وقتها بدنا نعمل المات افكت. نعم. هلا هول الثلاثه على طول موجودين، لو اي ساعه بالنهار هول موجودين، بنحب اون ترافاي سور لو تان لنعطي الوجه يكون كيف نقول مورد مرتاح هيك بون مين والبلاش يعني. اكيد نسيت البلاش صح. ايه يعني هون اهم شيء عندك هلا بعدين بدك تحطي بس نقطه ماسكارا، بدك تحطي امجق لون، يو دو وات ايفر يو وانت، بس البيز وهلا اكيد عم نحكي مكياج ناتشورال ونكون الصبح لازم تكون موجوده، عرفتي؟ هلا اكيد شوفي حاعطيكي تب انا بس فوندوتان كريم الاساس وايضا البودر مش كثير ثقال بالنهار كمان؟ شوفي ما هون حسب انت الالوان كمان حتنقيها، هيدي كنا عم نحكيه جوا، في امرار هلا كثير صعب تنقي لون الفوندوتان تاعك كثير صعب، هلا برجع بقول لك بدك تاخذي الفوندوتان وبتحطيه هون على تاجو لازم يكون من زيت اللون اكزاكتلي من بشرتك، اوكي؟ هلا في عندك فوندوتان للنهار كيف نقول بيكونوا كثير لايت وبينحطوا لافري داي يوز، وعندك الفوندوتان بيكون اثقل، يعني وقت انت بتعملي فول كفرج على وجهك حسب الكفرج، عرفتي؟ هاي هي، بس البودر لا منها بتكون كثيره يعني، عشان البودر كمان بذات الوقت حتثبت لك الفوندوتان. يعني الفوندوتان تبع النهار غير الفوندوتان اللي بنستعمله انا لالي وي بيرسونيلمون وي. اوكي اذا بنستعمل يعني بودر لحال يمكن الواحد لازم يروح يصب اشياء خفيفه، بس بدي اسال دينا هون، دينا قديش في اشخاص بيتبعوا يلي عم بتقولوا بتول، او قديش في اشخاص بخبصوا؟ هلا في كثير بنهار بحطوا كثير اوفر فوندوتان وبودر، و يعني بحطوا مش خرج نهار، بس هن بيكونوا معودين هيك، بس انا بفضل بنهار يكون في شوية بودر، ماسكارا، بلاش، أنتي سان، هول الأشياء الأساسية اللي لازم يكونوا يمكن بقلب تروس كل حدا إنه نهار غير الليل أكيد. بس مش كل شخص بيعرف يختار مثل ما قالت يمكن الفوندوتان المناسب لبشرته واللون المناسب، وبنشوف كمان في أخطاء كثيرة بالأنتي سان، يعني مرات ببين مرات بيضرب على أزرق، مرات بيضرب على أزرق إذا ما كان في تحته كوركتور، ممكن يضرب على أزرق إذا كان عنده كثير سان، ممكن يعمل كثير ريد تحت العين اذا كانت البوطة بعيدها كثير ناشفه وحطت انتي سان يمكن كثير سميك كمان، يعني بتكون مش عم تحسن بالعكس، ف يعني كثير مهم تنقي اي فوندوتان لبشرتها وللون بشرتها
واذا عندك كثير سن لازم تحط كوريكتور قبل الفوندو تان. يعني هي مين لازم تسال عاده بالمحل الموجوده عم تشتري هالمستحضرات ولا بركي الميك اب ارتست هي بتفيدها اكثر؟ هلا اكيد كمان محل ما عم تشتري هن المحل ما بيكون عندهم اكسبيرينس وعندهم شو بيلبق لها وبيجربوا لها، يعني حتى قبل ما تشتريهم بيجربوا لها على وجهها. يعني هلا اكثر المحلات هيك الا اذا هي بدها تكون بشي سوبر ماركت وتنقي ميك اب هيدا صار شيء ثاني، بس محل ما بتشتري هن بنقوا لها وبيجربوا لها على وجهها اكيد. بس المكياج بالليل عادة يمكن أسهل لأنه فينا نحط شو ما بدنا، فينا نتقل وما كتير ببين، بس المشكلة عن النهار مكياج بالنهار لأنه بيفضح على الإضاءة، وخاصة الأشخاص بيحبوا يفتحوا أو يغمقوا بشرتهم. يعني في أشخاص بيحبوا يبينوا سمر يتناسق مع لون جسمهم لأنه يمكن يكونوا معرضين للشمس ووجههم أبيض، وهي المشكلة اللي بنوقع فيها كلنا. أو أشخاص سمر وبدون يبيضوا بالنهار، شو بيعملوا؟ بيعتمدوا على البودر هون أو في طريقة تانية؟ شوفي هلأ أنا بدي لك شغلة. هلأ أنا عم بحكي أنا مني ميك اب ارتست، هلأ أنا بحكيك هلأ كأنه كإيمج. نعم. هلأ أكيد أنا كإيمج وقت حشوفك مغمقة أنت وجهك ومبين أنه حاطة لاتخاص وهيك إيمج فوبا، يعني ما بتمشي معي، عرفتي وين؟ يعني هون انا عشان هيك بندقق كثير منيح الميك اب. انا بقول نروح عند ميك اب ارتست ليجرب لنا الوان الفوندوتان. معلش ناخذ هالسياره نروح على المشوار بس لنقي فوندوتان تاع اللون تاع الفوندوتان، عشان هيدا اهم شيء حيكون. يعني هول الصغار كثير مهمين وحسب السكين تون. يعني كمان اذا نحن في الوان معينه في شيء بيروح على روزي، في شيء بيروح على الاورنجي، حسب انت البوتعيتك وين عم بتروحي. هلا نحن اكثر شيء هون بنحكي على اوليف سكن ببلاد العربيه تقريبا كلنا، يعني لو بيض ما بنعطي على زهر، بنعطي على اوليف اكثر. بس كثير لازم ننتبه على هالشيء، وننتبه كمان انه لون الفوندوتان على لون العيون بده يمشي. هلا انا عم بحكيكي كولوغومتري بالايمج كونسلتنج، بده يمشي لون الشعر على لون عيون على لون السكين تون. عندك فول باكج يو هاف تو ورك وذ. بس تغير الوان الشعر تمام، ما فينا نعتمد لا المكياج هو زي عرفتي ما بتعتمد عليه اكيد. يعني بتصير تكوني بلاتين بتصير اسود يو كانوت، بس عندك انت دي سيزون. نحن مثلا بالايمج كونسلتنج عندنا فور سيزون اللي هن برينتون ايتي اوتون ايفير، السيزون نمشي فيهم. هون عندك الالوان اللي هن فينا نعملهم باخر شيء اثنين، يعني عندك انت اما يو جو اورنجي اما يو جو على الروز، يعني اما اش اذا بدك كل شيء على جراي اند اش بالشعر بيكون على التنت على السكين تون، بيكون كل شيء على زهر، وكل شيء بيروح على الجولد غفلي وما غفلي بيكون على البرونز. بتقول يمكن اليوم بدنا نركز شوي، يمكن اي مكياج لاي مناسبه وي. هيدا هو الموضوع مزبط. الاساسي اللي لازم نحكي مزبط. فيه مكياج العمل ومكياج السهره مكياج النهار، بشو بدك تبلشي؟ حبلش لك بمكياج العمل. وقت بنقول عمل حسب كمان انت الديجري تاعك، يعني انت امبلوي عادي أوكي. عندك شيء معين بدك تحطيه، بس اذا انت مديره الشركه عندك شيء ثاني بدك تحطيه. امبلوي عادي هلا بيكون امرار بالشغل ما عندك هالليبرتي، ممنوع تحط كثير ميك اب حسب انت حسب الوظيفه شو بتفرض عليك. يعني انا هون اكيد برجع بقول البيز كيف قلتي الفوندوتان والهولي اكيد بيكونوا موجودين، روج اليف بنروح على زهر بنضلنا ما بنبين ايه بنضلنا، وتحطي ماسكارا وخلص اتس انف فور يور داي ات ورك لهيدا النهار. فوالا. هلا انت مانجر اما انت صاحبه الشركه هون اهم شيء الحمرة تغمق، اما بتحمر شوي ما عم بقول لك فول ريد، بس بتغمق يعني حسب الستيتس تاعك بدك انت تعمل الميك اب تاعك. يمكن الميك اب ارتست بحق لها بصير فيك تحط ميك اب وتقوي بالنهار حتى، لانه هيدي شغلتها صح؟ ايه مزبوط. ايه يعني حتى لي يمكن تلفتي ايه هيك شوي. مزبوط، لانه لازم تضلك هلا مش ضروري فول ميك اب، بس لازم الفوسيل مثلا يضلوا انه بتطلع انه انت بتعمل ميك اب ارتست قوام ببين. بس حتى مرات اذا ظاهره اذا عندي شيء برا اكيد يعني بفضل بس حط ماسكارا وبلاش انتي سان بودر، غير مكياج الليل كليا. اصلا كل شيء برودوي تبع النهار بيختلف عن الليل، حتى الانتي سان حتى الفوندوتان حتى يعني كل شيء. يعني بالنهار ما بنحط كثير اي شادو وهيك، بالليل بنركز على الاي شادو على رسمه العين. اوكي مزبوط. اوكي دينا جبتي مجموعه من الصور رح نشوفهم ونعلق عليهم نحن وانت وبتول.
هيدا ميك اب عروس. هيدا ميك اب عروس هون ما كثير واضح ناعم، هون كان ما كثير يعني ما عملنا سموكي، كان ناعم. هي صغيره وما بدنا كثير نعمل لها تركيز، يمكن على الرموش، على الرموش وعلى التان، على الاكلال البتا، بس اكيد يبين بالصور، يعني ما بنعمل شيء ما يبين ابدا. شو رايك بتقول بالعروس لما تكون هالقد رايحه صوب البساطه؟ شوفي انا بالعكس بتعجبني كثير، واللي حبيته انه عيونها الميك اب قوي كثير وشفافها، فيري سمبل. العرس از فيري نايس. اوكي هون ميك اب غدا. ولدتك شيء؟ لا. لا حسيتها بتشبه ام العروس. ام العروس اوكي. لا كمان كنا ما كنا كثير اوفر مقويين، بس كنا مغمقين شوي العيون. بس ما فينا نعتبر دينا انه الحمرا، مثلا هيدا اللون الحمرا على غدا مش كثير قوي مثلا. هي ما كانت معزومه على غدا، هي كانت صاحبه الغدا. وهلا كثير دارج الحمرة القوية، الحمرة والغامقة كثير، فعشان هيك الاحمر الالوان الغامقة الموف. بنتابع كمان عروس حلوة هاي، او خطبة يمكن. ما بتحب الخطبة والعيون. ايه مزبوط، كون يعني بفضل انا بس قوي العيون، خفف الحمرة، او والعكس صحيح. يعني صح، اذا تكون حتى اشياء مثلا اي لاينر بس بتغمق. هون كنا مقويين العيون منيح، هون كمان ما كثير واضح، كنا عاملين سموكي، ففضلت انه نعمل الحمرة خفيفة. هون ميك اب سهرة عادي، حبيت من تحت حط لها شوي فاتح. شو حطيتي، ابيض ولا شيء هيك بايت؟ لا حطيت بيج روزي وفوقه شوي بايت. اوكي بيعطي اكلا وعلى الضوء بيعطي كثير حلو. بتقول انت مع هالبايات مثلا تحت العيون بالسهره؟ انا هون لقيت صوره مرقت اتس ان اوفر لسعرها عادي، يعني اذا فيها تروح هيك على عرس. انا عرفت هلا عم بحكي اكيد ما كان ميك اب، عم بحكي كايمج، يعني كل شيء محل حسب الزبونه. يعني اذا في زبونات معود انه رايحه سهره بدها تعمل سموكي وفول فول ميك اب. غير هيك انا بدي اقول لك، العالم العربي نحن هون بنحب نتقي الميك اب، نحن مغرمين بالميك اب، يعني في عندنا هالشغله انه ما بنظهر اصلا بلا ميك اب، يعني كثير قليل اللي شايفك وما في شيء على وجهك خصوصا سموكي ايز. يعني هلا كلهم بيجوا بيقولوا لك بدي سموكي، اذا بيلبق له ولا ما بيلبق له، خلص بدي سموكي، بدي اسود. اوكي هون يمكن كمان عملنا، كمان فوتنا الوان شوي، الاخضر بيعكس على لون عينها. اوكي عيونها هي الزرق للصبي خضر. خضر اوكي حلو ناعم هالمكياج. هون كمان ميك اب عرس، بس العروس كثير بتقربها، فشوي قوينا وحطينا حطيت لها احمر حمرة على ستيل شعرها وريترو وهيك، حسيت الاحمر بيطلع اصلا أشمر. ما طالع الحمرة كثير، ما بعرف اذا بتوافقيني رايي بتول انه كثير قويه او كثير مع العيون، طلع كله مكياج حلو لانه بنلصق مع شعرها ستيلها عشان هي عاطيه للستيل ريترو. وي توتافي بتروح. اوكي هون هلا عم بحكي عن شوي دراماتيك لوك هيك. مزبوط الحمرة الغامقه هلا هيدي الشتويه كانت كثير دارجه الغامقه، يعني اللي اذا بدك على سواد. صح، فكمان ما كثير عالم تقبلتها، وفي عالم حبتها كثير، بس اكيد مش لك اليوم بتول. ومش لا انا هون بدي اعلق، انا ضد كليا من اللون الاحمر الاسود والغامق كثير مش اسود. هذا البلد انا بوردو، بس هيدا البوردو كثير كثير بحبه، كثير بيعطي الوش، بيعطي ريفلكشن. بدها تشوف بيعطي ريفلكشن، هو كلون بيعطي ريفلكشن للوجه، ريفلكشن تعب كثير قويه. وبيقوي لك السيرم من هون كثير، على فكره جربي قدام المرايه تراي ات. بس دراماتيك لوك انا بلاقي كثير حلوه، ورقه اعملي هيك ورجعي شوفي هون بيصير الزرق كله مخكي. انا هيدي هلا اذا محطوط محطوط التا مزبوط، اكيد لا لو عيان للتا لا ما دخل. طيب عشان هي ريفليكشن اوف اللمير، يمكن بيعطي كاركتر شوي غير الكاركتر اللي عم تعمله، ممكن يغير بكاركترها بشيء، بس انه اوكي من تابع هلا بالنهايه كمان حسب وين رايح. مزبوط هاي هي ذات الصوره اللي شفناها. نعم بنتابع هذا اخر صوره هون. ايه هون كمان ما كثير مبين التان، كان تركيزنا على التان اكلا كثير، وما كثير عيونها، يعني كنا
كثير الاي لاينر شددنا على الاي لاينر وعلى هيك بس ما كثير كان اي شادو غامق فوق عينا هون يمكن ما مبين شوي بدي اسالك بس سؤال قبل ما تنتقلي لهونيك اللي حاططيه هون هيك عاطي هاللمعه شو بيكون؟ هيدا التوش اكلا يعني هيدا هيدا اخر شيء هيدا هلا ححط لها اياه هيدا كثير حتى اذا وحده ما عندها خدود او مثلا خدودها شوي قاشطين او هيك بيعطي غير الكونتورينج يعني من بعد الكونتورينج بيعطي هون شوي بتحسي اكلا يعني لعروس كثير حلو يعني هيدا منه لتصوير كثير حلو بلاش لا لا هيدا منه بلاش ولا باودر ولا هلا حنتعرف عليه انا وياك مع الصبيه اللي جبتيها وباتور رح نرجع نكمل بحديثنا اكيد ونشوف كل مناسبه شو بدها يا نوع مكياج ولكن خلينا ننتقل لعند الصبيه ونشوف كيف دينا اليوم رح تحط لها ميك اب اوكي نحن محضرينها اوكي ححط لها الاي لاينر وبقلب عينها الاسود لانه عيونها حلو شوي نضيق لها اياهم باسود هلا انت شو استعملتي اول شيء لون التان هلا حطيت اقرب لون بيلبق ل لوجهها ولبشرتها يعني ما كثير غمقت وما كثير فتحت كمان كثير كثير فاتح يعني انا بفضل غمق درجه اللي هي ما بتبين لا على الكاميرا ولا على شيء ولا انه فتح درجه اذا بتفتحي درجه بصير بتبين كانه حاطه ماسك بركه على وجهها فعشان هيك غمقنا درجه وهلا حنحط لا عم نعمل سموكي ايز على عقري اذا بدك اسود عقري كمان بفضله اكثر من الاسود الفحمي يعني نعم هلا هيدا السموكي ما فينا نحط ما فينا نروح فيه على سهره الا اذا زدنا اي لاينر او قلم عم اقول لك حسب أسود. حسب الست يعني في 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 ستات لا بتحب انه تروح سموكي ايز بس هو عاده مع الرموش والاي شادو لازم نحط شيء من فوق تما يبين انه رموش او اكيد اذا كانوا رموش كثير سماك وكثير طوال ما حلو تحطيهم لحالهم يعني عاده نغطي. اذا بدي احط بس رموش بفضل نحط وحده نعم. اذا ما عندها شيء بس اذا رايحه مناسبه رايحه شيء بنحط وحده وفوقهم صف واحد بيعطوا كثافه للعين اكثر بس اكيد ما فينا نحطهم لحالهم هون استعملنا وحده وفوقهم رمش واحد اوكي حلو اوكي اوكي هلا حنحط الاي لاينر انا شوي عكس العالم باي ذا واي انا حتى على السهره بحب العكس ما احط كثير مكياج يعني دائما بفضل الاي لاينر ماسكارا وما بحب الاي شادو كثير هو عن جد بيرجع لكل صبيه هون ضروري نحط الاي لاينر والاي لاينر هو اصعب شيء يعني اكثر شغله الصبايا بيعانوا منها دائما بيطلع او شيء لاوق او شيء العين غير الثانيه او العين قاشطه تنصحي شيء دينا بنوع اي لاينر معين يستعملوه الصبايا في الاي لاينر اللي بتجي مثل قلم بتكون اهين لهم وهن اذا بحطوا ماسكارا قبل الاي لاينر كمان كثير بيساعدهم يعني على فكره من انت وقاعده بدي اقول لك انه ضفيرك كثير حلوين كثير حلو اللون تبدينا في تقنيات جديدة عن قلب الرموش قبل ما نحط الرموش بهيدي الطريقة أو نقلبهم لمدة 6 شهور بتشجعي على هالأشياء أكيد في من زمان هي البيرم للرموش نعم هن بالإجمال ما بيضاينوا 6 شهور يعني نعم بس إنه بيقعدوا أربعة أشهر 3 أشهر مقلوبين يعني بيصيروا في كتير رموشهم بتلاقيهم نازلين نزول صح فكتير يعني بيفتحوا العين كتير كتير أحلى حواجب علمناهم دينا ايه علمناهم هلا هن تاتو بس اكيد بعد الفوندوتا والباودر نعلمهم بس هلا حارجع فتحي طيب شو عم بتلاحظ الصبايا؟ شو اكثر شيء بيطلبوا؟ شو بيحبوا اكثر شيء؟ اي نوع مكياج؟ اي الوان؟ تنقول اذا مناسبات الغداء بالنهار خصوصي هلا نحن قادمين على فصل الربيع والصيف يصير كل شيء برا شو بتحسي كثير بحبوا
هلا عم اقول لك في كثير انه بس يجوا بدهم يعملوا عند ميك اب ارتست بدهم يعملوا ميك اب انه بدنا شيء سموكي ايز ومثل فلانه او بيجيبوا لك صوره مجله معهم ممكن ما يكون بيلبق لهم ممكن تكون تلبق لهم ممكن ما يكون ناسب انه يروحوا فيها مثلا على على عرس او على على سهره بتصير بتعملي لهم شيء قريب يعني هن يكونوا راضيين ويكون حلو. أنا عم حط بقلب العين يعني ما يعني من حديثك كأنه ما كتير الصبايا عم بحبوا الأشياء البسيطة مع أنه إذا منطلع بصور المشاهير على الريد كاربت بيكونوا أنجأ حاطين الأيلاينر وال في كتير بحبوا كتير الأيلاينر بس عم قلك يعني أكتر شيء بس هلا يمكن بيقولوا أنه فيهم يعملوها بالبيت يحطوا بس أو يعني أكتر اللي بيجوا هلا في كثير بيقولوا لك بدي خفيف او بدي بس اي لاينر وحمره حمره مثلا بس عم بحكي الاغلبيه لانه كثير هلا صار في تركيز العربي. صار في تركيز على التان تكون كثير حلوه مزبوط وعلى النعوميه لانه الميك اب القوي بتركوه يمكن لمناسبات ضخمه وكبيره حتى في منهم بيجوا مثلا انه خلص بنعمل بس عيوننا بس هو بالميك اب الشيء الاساسي هو التان نعم يعني لو قد ما كانوا ميك اب لعيون حلو والتان مش ظابطه ما بيطلع عن جد تغيروا العيون مع اكيد احلى مع ايلاينر وكحله لينا رح ننتقل نرجع لعند بتول اكيد أوكي. الكاميرا اخذت المكياج عن جد تغير مع الايلاينر والكحله هلا في اذا بتحف فينا نحط لها شوي جلتر هذا هو زيت الجلتر اللي شفناه بالصوره لا غير اوكي هون عم نحط جلتر سيلفر فيها تحط على دوري فيها تحط على روز حسب لونه اوكي لكن دينا الكاميرا اخذت المكياج واكيد كثير من المشاهدين عم بيعطوا رايهم بهالستيل رح نكمل معك دينا ولكن خلينا ننتقل لعند بتول ونانسي ونشوف شفت في اشياء صارت عنا على الطاوله في كادويات فاتك الكادويات ماسكارا فاتتنا جاية وقلم بتول طبعا هن اثنيناتهم لالي اكيد ما طلع لك شيء شوفي انا هلا بس بدي احكيكم دقيقتين على التروس يلي بتكون بالشنطه اوكي نعم اوكي اذا بالنهار وما عندنا شيء يلي لازم يكون موجود عم نحكي ماسكارا حمره اوكي بلاش اوكي الباقي المفروض الصبح حطيناه بوجهنا انتوا التهيتوا انا بقى خلص هلا اي لون هيدا كادو من بيوناتشورال دائما بتاخذ لي الاشياء الحلوه هي بتكون هاي نفس اللون هيدا لا نفس اللون نفس اللون اوكي ايه ايه هولي على فكره جبت لكم اياهم كادويات من بيوناتشورال وهيدي هلا انا هلا فاتي ما قلت لك عم بقرا ريسيرش يعني فاتي هلا بكل شيء بيو وكل شيء وموقفه كل شيء على وجهي وفاتي بكل شيء كيميكال فري اوكي عرفتي بقى امتى اكتشفت هالماركه بقى كثير حبيتها بقى ذاتس ات بس لكن حمرا ناتشورال ماسكارا بلاش والقلم الاسود لازم يكون بيكونوا لا مش ضروري مش بالضروره نو مش ضروري هولي بضلوا معنا بالشنطه المفروض الصبح عملنا الفوندوتان وعملنا 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 عرفتي؟ يعني هولي للرتوش اه اوكي هلا انا في شغله ما بنعمل رتوش بالفوندوتان مثلا؟ لا بس عادة اصلا عادة الصبايا بيضايقوا شو بدهم يحطوا اذا نهارنا طويل؟ شو المفروض نظبط فيه المكياج؟ شوفي فيك تظبطي بالبودغ ساعتها بس انت اللي بتعملي حسب هون السكين تاعيتك اذا انت اويلي اما اذا انت دراي، اذا انت دراي ما كثير حتعملي كثير رتوش بس الاويلي بيكون بدينا بس اذا اويلي وين بتلمعي بترجع انت بتعملي رتوش تاولك ايه ايه بس هون عم نحكي كانوا افري داي بيكونوا واكثر شيء بالشغل اوكي طيب مرات كثير في اشخاص يمكن كمان يفكروا اذا لابسين اخضر لازم يحطوا ميك اب اخضر اذا لابسين اسود انا عم جد بفكروا هيك نيلي بدهم يحطوا ميك اب نيلي انا حقول لك شيء في شغله كثير اساسيه وهلا حارجع لك ايمج فوبا يلي هو نحكي ما منلبق الميك اب على لون الفستان يعني هيدي بليز نسوها ما دخل
انا ما بتفرق معي اذا الميك اب تاعي على لون الفستان، واذا الميك اب تاعي فوشيا ححط كثير الفوشيا واخضر واصفر وححط انه اتس نوت وركينج. بس هاي كثير عم بتصير، يعني اذا بتطلعي اصلا بالشارع ما روحي على سهره على عرس، انت راقبه بتلاقي اذا لابسه تركواز عندها تركواز، اذا لابسه جراي عندها جراي. هون بالبيزكس بعدنا جراي اتس فاين، عرفتي؟ بس انه احمر احمر انه نو، هيدي ابدا نو. اهم شيء الميك اب يلبق على لون البشره تاعيتك. عشان هيك كثير برجع انا بدقق على لون الفوندوتان، عشان اذا لون الفوندوتان مش من لون بشرتك، ما انت بتكوني عندك كولوغومتري معينه. اذا منه مزبوط على لون انت البشره تاعيتك، ولا ثيابك حيرجعوا يلبقوا لك، ولا شعرك ظابط معك. ما عرفتي وين هي الهدف؟ صح. بقى كثير كثير مهم. وفي شغله كمان بدي احكيها، هلا بنحب كثير نحن الكونتور، هلا تذكرت بالكونتور الحمراء. واهم شيء يعني كثير كمان بتشوفيها، هلا بتعرفي انا بمشي بهالشارع وهيك باخذ بناخذ سبجكت يعني بنتوح من الشارع كيف ما نقول. الكونتور كثير حلو دليميتيري ليف، ومفروض على طول يكون موجود كونتور على طول يبين موجود كونتور. لا ما يبين، يكون لون الحمراء اكزاكتلي بنفس لون الحمراء، بس على طول موجود عشان هو يلي معي يخلي الحمراء تاعيتك ترجع تنزل. اما اذا هو احسن اذا بينرسم الكونتور وبيتعبى بكل الشفه وبعدين بتحطي هيك هالتوش تبع الحمراء بتمزجيهم مع بعض بيطلع اكثر ناتشرال، بيطلع بعض ايه مع بعض. هلا انا كثير بحب الباودر اصلا على الشفاف، انه تو كمان ايه اول شيء بتحطي باودر بترجع بتنشفي. هلا انا كمان في شغله كثير بنصحها سورتو اذا نحن مثلا صاحبه شركه اما حدا مهم، قصه الحمره اللي بدنا نفوت فيها على الحمام لنرجع نظبطها كثير غلط، كثير كثير غلط. يعني تخيل انا قاعده معك وقاعده انت بميتنج قولي شغل ما في حمره وهيك، ما تذكرتين وات ايفر امتى على الحمام ظبطتي وجهك ورجعتي الحمره رجعت اجت. احنا بنقعد كل الحلقه هون وبظبط الحمره ما بنقعد كثير غلط، يعني احنا مش لازم بس نحن لهالدرجه يعني انه غلط تحس انه ايه ترجعي. لما انتم اسم الله عندكم ميك اب ارتست ما في حكى فيها بقى بتجنن يعني ايه يعطيها الف عافيه. ولقلك يعني اما بنجيب ساعتها راحت مني الكلمه الحمره يلي بتضل على اللبس اللي ما بتروح الووتر بروف، غير الووتر بروف صارت 24 اورز وما فوق بعد شوي يلي بتضل هيك بتنسى الهم كله كومبليتلي. بس نو جامي غوتوشي، يعني ما بنفوت على الحمام وبنرجع نحط لو نحن بعرس لو نحن وات ايفر وين نحن، هيدا كمان اتس ان ايمج فوبا كثير مهم. اوكي شو بعد في هيك تبسات بتحبي تعطينا اياهم بتول يمكن ما انتبهنا لهم؟ حقلك الطريقه كيف بينحط. هلا شوفي انا عم بحكيك على طريقه اوروبيه هيك بنقول. انا كثير مبسوطه اليوم معك بتقول لانه كثير بميل لهيدا النوع المكياج. عرفتي يعني اوروبيان، بالاوروبيان بنكون سمبل اكثر. بس مثل ما انت قلتي هلا الريد كاربت، يعني طلعي مثلا كيم كارداشيان كنا عم نحكي عليها، شو بتشوفي على وجهها؟ بتشوفي نورة الحمرة والفوسيل يلي هو عم نحكي ماسكارا، بس الحمره كثير ناتشورال. الشغل وين؟ الشغل على التان. يعني اذا بتروحي على كان مثلا بدك تحضري، شوفي انت السيليبريتي، ما في وحده عامله ميك اب. اصلا حتى اذا بتحضري المذيعات برا كومبليتلي ديفرنت، مشي مشي بس. هلا شوفي غير هيك، نحن هون العرب عندنا شيء اسمه الكحل العربي ايه، يلي هو اصلا ما بيلبق للاوروبي. انتبهي، ما هون هن يا ريت بيقدروا يحطوه، بس هن ما فيهم يحطوه. ما هو في نوع كمان من الوجوه ومن الكولور دو بو، نحن هون العرب عيوننا معروفين فيهم العيون الكبار وكيف وبينحطوا والكحل بتمشي معنا. ما هون كمان بدنا ننتبه. بس بتقول كمان المشاهير قد ايه بيمرق معنا نانسي بل باخبارنا من مرق بعض صور المشاهير بيطلعوا مغلطين بالكونتورينج أكيد. حتى قد ايه بيهتموا بالتان، قد ايه بتشوفي بالصور المضبوطه بس ترجع بتشوفي اخطاء فيهم. هي في مشكله كثير كبيره هلا صايره بالكونتورينج. انا بدي اقول لك ما حيلا مين بيعرف يعمل كونتورينج، ما عشان اسمه ميك اب ارتست هي نوز هاو تو دو ات. نو الكونتورينج اذا انت تشجعتي وعملتي روحي على ميك اب ارتست نقيها. وهون اهم شيء لكم هي كيف تنقي الميك اب ارتست تاعيتك. اول شيء لازم كيف بنقول ما تضيعيها، ما بقول عم بقول ضيعيها عشان عندنا دموازيل اليوم، ما لازم تضيع. ما انا بحب هيك وانا بحب هيك وانا بحب هيك. نو ميك اب ارتست بتكون شو مرتاحه لتطلع ذا بيست على وجهك، هي بتبقى فهمانه اكثر من بتكون هي عارفه بتطلع صح. بيعرفوا بالالوان، بيعرفوا مش نحن جينا اكتشفنا الالوان الايمج كونسلتنت، يعني في اشياء معينه بيعرفوها وتعلموها. ثانك يو بتول اكيد لهالنصائح.
ثانك يو كثير بتروحي ويلكم ما تطول علينا الغيبه بتروحي ان شاء الله ايه انا رايحه كمان نشوف مع دينا وين صارت بالمكياج دينا خلصنا عاده هيدا المكياج قد ايه بياخذ وقت اوكي هلا اكيد كل اللي بيحبوا الميك اب القوي رح يحبوا هالنوع من المكياج اي شيء بتحبي تضيفيه دينا لا هيدا عم نحكي هيدا كثير قوي يعني نعم. بعد في كثير كثير اخاف نعم. فيها تعمله نعم. يعني هيدا اكيد مش ل حتى مش لعارس حدا كثير بعيد يعني اخت العروس مزبوط. ام العروس مزبوط. او حدا كثير قريب مزبوط. شكرا كثير دينا البطل لحضورك معنا ان شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب بما انه الكاميرا وين هون بما انه نحن صرنا قراب من فصل الربيع منشان هيك اي سيده حابه تهتم ببيتها وبمقدتها فيها تتابعنا بعد هالفقره فاصل قصير ومنتابع منتابع ببيروت وبعد كم يوم 10 ايام تقريبا بنصير بفصل الربيع ب 21 اذار واكيد كل السيدات بتحب تهتم ببيتها وتزينها ان كان من ناحيه الابتكارات والاكسسوار والورود منشان هيك اليوم بضيافتنا ميشيل شاكور اهلا وسهلا فيكي ميشيل وايضا منسق الازهار جورج حاده اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكي اشتقنا لكم خي شو حلو شو في اشياء صار عندنا بالاستوديو اليوم في ورد اصفر شو عرفكم بحب الاصفر؟ قلت لي نبدا معك ميشيل سبق وكنت بضيافتنا بس خلينا نرجع نعرف ونذكر المشاهدين بإفا ديزاين بلشت إفا ديزاين من 10 سنين افتتحت هلا محل من شي شهرين كبرت شوي بالاشرفيه بعمل كل شيء اكسسوارات منزليه للطاوله وللبيت اوكي واكيد هلا في ابتكارات جديده اشتغلت عليها اكيد شو هي؟ كل مادة برجع بطلع شيء جديد تا الواحد ما يزهق ونضل نجدد بالبيت. شو الجديد عنا اياه هلا؟ هلا عندي عدة ستاندات بالبلكسي وبالجلد رجعت اشتغلت شوي بالجلد وبالستانلس ستيل. اوكي يعني أكترية الأوقات السيدات بحبوا الأشياء الأوريجينال ولما يكون في عندهم عزيمة هيك كل اللي عندها يسألوا هالغرض من وين ولكن مزبوط. كمان بحبوا الأشياء العملية عم تاخذي بعين الاعتبار هيدا الموضوع؟ دايما بيكونوا الأغراض عملية و اوريجينال تا ندهش المعازيم لانه البلكسي يمكن حساس معقول يتجرح بيعجب كثير لانه شفاف وبيلبق مع كل البيوت نعم. وباللون وهيك بيعجب نعم. جورج كمان الازهار بتضيف كثير لمقدتنا رونق ورونق هيك بتعطي جو كثير حلو شو الاشياء اللي دارجه هلا او نوع الازهار اللي دارجه نحطها على سفرتنا اوكي نحن هلا بالبريود بتعرفي هلا نحن عيد الام يعني الوان اشياء فرحه ست سبع الوان عشر الوان ما بنعمل مثلا ابيض لون ساده هالقد هالقد الوان مع بعضها يعني ممكن أكيد. نوصل لعشر الوان اكيد لانه ببوكيه وحده صح لانه بتعرفي الربيع يعني الوان صح يعني حياه اشياء فرحه اشياء حلوه اليوم نحن جايبين مثلا اصفر جايبين موف جايبين ابيض جايبين عده الوان اليوم لنفرجي الست بالبيت انه قد ما تحط الوان قد ما تفرفي هالسفره بتطلع احلى خصوصا اذا ما كنت عم تفضل مدام بتقول انه لما عم تستعملي انت بلكسي ولا ازاز يعني كل شيء ترانسبران على الطاوله سو بنقدر نحن نكون عم نحط الوان اربع خمسه ولا حتى عشر الوان نعم. اوكي ننتقل لانه عن جد كثير حلو اللي هلا هون ننسي بتقومي معنا كمان انا برايي تبلشوا انتوا لانه مش رح نقدر هيك كلنا نحكي بتبلش انت وجورج بعدين بننتقل انا وميشيل على ثاني طاوله لتفسر لي اكثر كرمال كنا خلصنا مع بعض وحطونا على الطاوله شو رايك؟ شو رايك؟ لا ما رايك اول شيء انت اول شيء انت بتحبي الاصفر هيدي جونكي لك اول شيء ثانك يو ميرسي ليصيروا الماديات حلوين ليصيروا احلى يعني ليصيروا احلى ميرسي اوكي نحن هلا هون عم نفرجي شو عندنا جبنا اوركيدي ابيض جبنا وازو دو بارادي فيه اورانج ولون نيلي جبنا معه هيدا النيلي لنعمل رابيل مع بعضهم هون هدول الجونكي اللي انت مغرومه فيهم واللون الاصفر لك شو حلوين هيدي زهره كثير حلوه وهلا وقتها نحن دائما بنشتغل على الزهور
يلي بيكون وقتها موسمها. نعم. لحتى المشاهد يعرف انه بهالايام من السنه بيكون في هالانواع الزهور. في حدا عمل عرسه لون اصفر؟ ايه في كثير بيعملوا اصفر. افتكرت حتقلي لا وحكون انا اول وحده. لا في في بالصيفين بيعملوا اصفر وابيض. لا كل الوقت ابيض ايه بس اصفر ما... على الحل ما بيعملوا بس كل انت اول وحده. انا اول وحده اصفر ممنوع حدا يسرق لي فكرتي ما بنقول لحدا. ما بنخليهم. وهون كمان جبنا كمان معهم رونونكول نفرجي المشاهدين هيدي زهره كمان كثير حلوه. هلا بما انه مثل ما عم نحكي كنا امبارح كان عيد المعلم وهلا جاي عيد الام عم نشتغل كل شيء الوان. نعم. اوكي رح نعمله شغله كثير بسيطه مجرد ما نشتري زهور من حيلا محل بنجمع هالجونكي مع بعضهم بنعملهم جروب فوالا كثير حلوين. هلا عندنا طريقتين للشغل فينا نشتغل جروباج يعني كل نوع لحاله. نعم. وفينا نشتغل ميلانج نحن رح نعمل من الاثنين بعدين اللي عم نركز عليه هون الانواع الازاز اللي عم نشتغل فيها يعني اذا ملاحظه هون في بريق في مزيته في فاز عادي في مرطبان شو ما موجود عندنا بالبيت ازازيات فينا نستعملها لنعمل زينه للطاوله. اوكي ها رح نبلش بالبريق فوالا هيدا البريق نرجع منجيب وازو دو بارادي باردون انا وياك بنحط لك تيوبات لكل تيوب وازو دو بارادي بعدين ضروري يكونوا ا بليزيور نيفو ما مفروض يكونوا طول بعضهم وقد بعضهم محل ما بدك بنحط بالتيوبات وزو دو بارادي فوالا عندنا بعد اثنين شفتي شو حلوين هدول كثير حلوين كثير عصفور الجنه بالفعل عصفور الجنه عندنا بعد اثنين نحن ليه بننقي عدة أنواع فازات؟ لأنه حلو على الطاولة لما نشتغل فاز مثل هون المدام هلا بنشوف على طاولتها عاملة رانر يعني حتى مثل قماشة طويلة والكبايات كمان والكبايات أ بليزيور نيفو كمان بنشتغل الوردات بعدة ليفلز بعدة ارتفاعات. هلا رونونكول يلي جايبينه نحن بنجمعه مع بعضه بنرجع بنقول للمشاهد إنه ما ضروري يكون مصفصف، البوكية اللي عم نشتغله ما في زوم تحطوا الزهرة مثل الثانية مصفصفين، كل شيء طبيعي بيعطي جمال خصوصا بالالوان. انا لابقى مع الوردات اليوم اصفر. هيدا مرطبان لحوه قصيناهم كلهم موسمهم بفصل الربيع كلهم موسمهم بالربيع يعني أوكي. لعيد الام اشا حلوه بتفرفح فوالا هيدا الستاتوس يلي كنا عم نحكي عنه لونه موف يعني اذا بتنتبهوا شغله كثير بسيطه مثل ما هني عم بمسكون عم بعملهم بانش بوت مع بعضهم عن جد قديه حلو يكون حدا عنده عشاء بالجنينة وبخصوص بهذا الفصل ويجيب هو الوردات والاغراض من قلب البيت ما بدهم شيء يعني البريق المرطبان المرطبان اشياء من قلب البيت هيدول ويزين اشياء مهضومه جبتهم معي كمان هيدا نحن حطينا له حديده كمان اذا عندنا مثل ما عم بتقول اذا عندنا جنينه ولا عندنا سطيحه أو تراس هيدا بنحط فيه بوكيه لحو رح نعمل ورد بس على شرط بالعزيمه بنجيب كل اغراضنا من عند ميشيل اكيد هلا عم نطلع على الطاوله بياخذوا العقل كثير حلوين اجت انا وميشيل هيك نتعرف على اغراضها عن قرب وتفسر لنا اكثر عنهم ميشيل يلا شو بتخبرينا عن هالطاوله نبلش من هون ايه هيدي اخر قطعه عملتها اوكي وقت عندك بيفيه تما تحط كيف ما كان شو وسكاكين معالي بتعرضيهم هيك على البوفيه عندك وكلهم اوكي هيدي بطريقه هيك شوي مودرن بنشوفها هلا مزبوط هلا انا عامله هالالوان لتلبق مع كل البيوت بس خفيفه منا ثقيله خفيفه كثير واكيد فينا نعمل الالوان اللي بدنا تتلبق كمان مع كل البيوت بتعملي لهم اياها يعني ولا موجودين عندك اوريدي الالوان؟ لا انا عاملتها هلا بهالالوان بس انا كل شيء عندي فينا نعمل حسب طلب السيدات حسب طلب السيده اوكي هون شو؟ هون فينا نحط الخيار، جزر، الشيبس، البندورة لل إذا كان هيك عاملين قاعدة ايه عشاء أو حتى السلطة بتسكبيها دغري فيهم وكل واحد بياخذ الكون تبعه حلو كثير بتعرفي وبعدين أشياء جديدة يعني منا منشافة مزبوط كل شيء أوريجينال هون بنحط شوي البذورات هون بذورات أو فيك كمان تحطي الديسير، الحلويات، مهلبيه مغلي حبيت انه صغار كله دائما بيكون في قدامك شيء كثير كبير بتصير تاكلي ما بتنتبهي مضبوط ودائما الخبراء التغذيه بينصحونا انه لا انتبهوا شو عم تاكلوا خاصه من البذورات
فهون هيدي الكميه بفتكر كافيه وهيدي على الموضه يعني بنكون عملنا للاثنين. اوكي هلا انا هيدا جديد الغنر يلي شايفينه حطيت دانتيل وعملت اللينن البيج نقيت هلا الوان بيج وهيك تتلبق مع كل البيوت وتتلبق مع الزهور تبع جورج كمان هيك فينا نحط الالوان يلي بدنا وهيدا شغلي هيدا شغلي اكيد وفينا نعمل اكيد الشرشف مثله او كمان زيت الشيا او الكوسانيت لبرا يمكن مزبوط اوكي الصحون كمان هون الصحون كله بنعملهم هون من لون مثل ما بدنا فينا نحط الديزاين يلي بدنا في عده صحون كل واحد بموديل كل واحد جبته لون وموديل تنشوف شو فينا نعمل واكيد فينا نعمل الالوان يلي بدنا حلوين هيدا الشيء مثل كانه براسلي مزبوط يعني انا بسميهم بيجو دو تابل هيك تيعتوا دغري قيمه للطاوله عم بينطلب هيك اشياء بالاعراس مني؟ ايه ايه وفينا منحط الانيسيال تبع الزوج وال ايه والصبيه والصبيه مزبوط اوكي هون الكبايات الكبايات عملتهم كل وحده لون حسب كمان شو بيلبق عنا وشو طالع بالنا نحط على الطاوله هلا ما لاحظت كثير عندك الوان في الوان موجوده عندك؟ في الوان هلا فرجيك كبايات ملونه هون صح ايه. مزبوط بس على الطاولة كمان تا يلبق مع الأزهار مع الأشياء اللي عم بحضرها ايه شفت أنه عنده كتير ألوان جربت حط ألوان هيك صوب خلينا نفرجي شوي خلينا نفرجي شوي كيف حطها هون السيرفيات كل وحدة بطريقة خلينا نفرجيهم الموديلات هلا عنا هون وردة مثلا هيدي بتجي بعدة ألوان كمان أحمر أصفر يلي بدنا فينا نعملها كمان تتلبق كمان مع الشرشف ومع ال يعني حسب ما عم بلاحظ انه في مجموعه كبيره مش صغيره ابدا نعمل كل شيء للبيت وللطاوله هون عصير او حيلا مشروب بنحط الثلج وبنسكب بالكبايات هلا هول كبايات بلاستيك خارج أحسن. مسبح خارج هيك بجنينه كمان واحد اذا وقعت ما بتنكسر مزبوط واذا بدنا بعدين بنحط الكبايه تبعولنا الازاز او الكريستال اوكي وهون كمان هيدي جديده بنحط قنينه المشروب العصير او المشروب الغازيه وبيكون عندنا الثلج والقنينه مع البذورات كثير مهضومة خرج هيك الأشخاص اللي بيكونوا عايشين على البحر عندهم شاليه وبجنينة هول أكيد أجدد شيء خرج صيفية وخرج ربيع تننتقل لهون هون بلشت أعمل هلأ شوي الألوان ألوان وخرج رمضان هلأ واصلين على رمضان كثير حلوة هيدي يعني عندك الركوة ومع الشفة شو حلوة وخرج هذا كادو يعني مرات واحد بيبقى محتار شو بده يهدي مزبوط فيري نايس والالوان كثير حلوه ايه هون عامله عده الوان هيك تنفرفح شوي اوكي هلا اكيد كمان تنعمل باللون يلي بدنا اذا ما بدهم كل الالوان ننقي لون منهم هون خرج الجليب خرج الجليب وكمان عامله عده الوان ايه. في اكثر مثلا في اكبر في ل 12 وفي ل 6 في ل 12 في ل 6 وهونيك كمان كبايات هول شو كبايات عادي ولا خرج للنسكافيه لل كمان فوالا وبيجي الصحن معهم هول كمان فكره جديده يعني بيجي صينية عليها الست شو اكثر شيء عم بينطلب منك ميشيل هلا للصيفيه اكثر بينطلب البلكسي لانه بيلبق لبرا للجنينه وهيك وشفاف وعملي واكيد يمكن اللي بيروح لعندك بلاقي مجموعه كثير كبيره مجموعه بشتغل بالخشب بالستانلس بالزيز بلون نحن بنلون الازاز نعمل ديزاينات على الكبايات وعلى الصحون إذا واحد بده يوصيك على شيء قبل بقد ايه لازم يجي يزورك؟ يعني قبل ب 15 يوم فينا نسلم فيك تجهزي له القطعة في جهز الشراشف والبيت طيب خليني انتقل انا وياك لكان لعند جورج لنشوف وين صاروا هالبوكيات اوكي نيفين ما بعرف ما خصني فيك هلا اللي رح نعمله بدنا نحطهم على من هنا اوكي رح نحطهم على الطاولة هلا انا ما بعرف كيف هيك بركي اول شيء بنحط النص نص إذا بدكم تزينوا أنتم النص ونحن النص ونشوف مين أحلى مين نزوي أكثر مين أشطر قصدي؟ لا لا أنت معي مشان عم تساعديهم لإلهم أوكي هيدا رونونكيل هيدا جون هيدي شو اسمها؟ وزود البارادي على فكرة شكلها مثل عصفور الجنة شو حلوة هيدا وين؟ هيدا وين؟ هون يمكن وزود البارادي حد الصحون؟ اه بيناتهم حطهم بيناتهم ولا اوه نحن شو زينا احلى اوف
ما في نسبة يعني بس نقصنا مرجوحة ونقصنا هلا هونيك كان حطهم على الزاوية لأنهم عاليين هيدي وين؟ وهيدي على الزاوية كمان أوركيدز ما رح نحط الأوركيدز لأنهم عاليين أوكي ما رح نحط أبيض أبدا نقول نحط هون شو حلو عن جد فتحتوا لنا شهيتنا على هالشيء اللي عم نشوفه حلوين إيه؟ عن جد هو الحلو كمان إنه الألوان اللي مستعملتهم يعني طلع الكبيات اللي مستعملتهم فيهم كمان ألوان قال ما راح يحطهم هون ما راح نحطهم لأنهم كبار لأنهم كبار يعني بيزعوا فينا نحطهم على الزاوية فينا نحط لك اياهم على الزاوية من هالمكان إنه عادي عالم حلوين أوكي فينا ناخذ صورة هلا فينا نحطهم على الزاوية ما في تليفون دبوكي طيبين كثير حلو شو رأيك مش فريش والعبير على زيت اللون والألوان الفواكه يعني والكبيات والكبيات بعدين هون مثلا اذا قاعدين عم يتعشوا ما بيضايقون لانه مانهم كثير عاليين صح فيهم يقعدوا يتعشوا بعدين الطاوله يعني شغلتها المدام مثل ما عم نحكي الازاز الاكسسوار اللي مستعملته كله الوان رايقه ما فيها الوان هو الفلور الزهور هن اللي بيعطوا رونق للطاوله على فكره بتحس هيدا الستيل عن جد كل شيء مع الاكسسوار مع كل شيء بتحس هيك في محبة في صداقة في ما بتحسي هيك؟ كثير حلو أجواء حلوة عن جد طيب عن جد إنه قصة بتخلق أجواء من الألفة كثير حلو ثانك يو كثير ميشيل لحضورك معنا ثانك يو كثير ثانك يو جورج حادة إن شاء الله نرجع بنشوفك عن قريب ميرسي بوكو رح نروح فاصل ومن بعده بنتابع معكم مباشرة من المطبخ مع دلال كنج لنشوف وين صارت بتحضيراتها دلال يخزل العين عنك سريعة ايه سريعة تاني نقدر ناكل بعد شوي أوكي. عملنا التارت هلا بدنا نرجع لاخر شيء للتارت احنا عم نزينه يا حوة مثل ما هون عم بيشوفوا فضيناهم تركناها تتسقع تنحشيها الكريمه اللي اشتغلناها اللي هلا انا عم سقعها بالبراد أوكي. بالاضافه للشوكولا اللي بدنا نذوبه مع الكريم فريش طيب أوكي. خلينا نحطها هون على جنب لك هلا بدنا ننتقل انت للكب كيكس اللي سبق وحكينا عنه باول الحلقه مثل ما قلنا انه هلا نحن اليوم عاملين كب كيكس المالح مش الحلو ابدا واليوم حبينا نضيف له السمك تنعطي شوي الوصفه كمان بدنا نشتغلها ببول على الايد مش ضروري ابدا بالمكنه بدنا نوضع 4 بيض كاملين ببول بدنا نضيف لهم رشة من الملح رشة من بهار الأبيض ورشة من بهار الأسود أوكي. بدنا نرجع نضيف نص كوب من الزيت النباتي نحن وعم نحرك على الإيد بدنا نرجع نضيف نص كوب من الحليب السائل أوكي. بنرجع منضيف هون نانسي فينا نوقف هون أكيد ما خلصت الوصفة خلينا نكفيها ونرجع نقول مكونات اللي بنحب أوكي. نضيفها بدنا نضيف كوب ونص من الطحين ملعقة من البيكنج باودر وملعقة من البيكربونات دو صودا ما بدنا ننسى البهارات هيدي هي بهارات شو يعني بهار سبع بهارات لا 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 لا, لا. مثل ما قلنا بهار أبيض بهار أسود وملح أوكي. وبدنا نضيف 4 ملاعي من الجبنة الموتزاريلا الإيمانتال الجبنة يلي نحن بنحبها فتعطيها نكهة طيبة أوكي. لكن مثل ما قلنا صار عنا بيض حليب زيت ما بدنا ننسى البهارات الجبنة بالإضافة للطحين أكيد يلي بدي يكمل الوصفة هون هيدي كاب كيكس عادية إذا بناكلها بكون شوي باهتة طعمتها بدنا نضيف لها اليوم حبيت ضيف 200 جرام من فيليات السمك يلي شويتهم بالفرن نصف شوية يلي قطعتهم لمكعبات صغار وضفتهم على الكاب كيكس يعني بتفرفتيها للسمكة بقطعها بفرمها صغير هلا هون بدي أقول أنا ما بحب السمك مثل أنت اليوم ما بتحب السمك أنا شفت لك بلا سمك شو بدنا نعمل فينا نضيف البروكولي كمان بيعطي نكهة طيبة فينا نضيف جبنة الروكفور يلي كمان كتير كتير طيبة سبق وعملناها فينا نضيف جبنة شاف فينا نضيف البازيلا المايس حيلا نوع من الخضرة يلي بيعطي كمان نكهة طيبة أو منستبدل بالجبنة أوكي. أوكي فينا نوضع القريدس كمان بيطلع كتير طيب معهم عم
ولاحظ انه حطيتي لها كمان شامبينيون وال دراي توميتو مثل ما هون عم بيشوفوا. وضعناها بقالب الكب كيكس، اوكي. رشيت شويه حبق عليها او زعتر بيعطي نكهه طيبه. وضعنا عليها الدراي توميتو، او فينا كمان نضيف عليها البندوره الكرزه يلي كمان بيطلع كثير طيب، مثل ما هون ضفنا الفطر شامبينيون كمان يلي بيعطي طيب، مثل ما فينا نشتغلها نوضع البروكولي عليها او شقفه من الشافر من الروكفور حسب المكون اللي نحن عم نستخدمه بقلب الوصفه منزيفه. فينا نضيف الجوز اللوز يلي كمان بيعطي نكهه طيبه. تعتبر كأنتري هيدي؟ هيدي اذا انا اليوم عامله عزيمه، بتعرفي هول الكب كيك كثير صغار، فينا نضيفهم، فينا نوضعهم على جات سلات اخضر يعني الروكا الخس، حيلا نوع من الخس فينا اكيد نضيف له، نعمل له اكيد صلصه طيبه من الحامض او البلزميك او العسل ونوضع عليهم الكب كيكس. بس هون بدنا نقول انه الكب كيكس اضبط ما يكونوا كثير مسقعين، يكونوا مفتورين على سخن. طيب دلال قد ايه حتحطيهم هلا بالفرن؟ هلا بدنا نضيفهم بقلب الفرن ل 25 دقيقه ماكسيموم 180 درجه. ما بدنا ننسى انه بدنا نحمل الفرن لمده 10 دقائق ومنضيفهم من 20 ل 25 دقيقه، لانه كل فرن بيختلف عن الثاني. يعني خمسة قربنا بناكل على القد. مزبوط. رح نتركك ورح نروح مع النيفين. نانسي، اول شيء بدي اتشكر جورج شحاده على هالبوكيه كثير حلوه، ثانك يو كثير جورج. بعض النساء بيعانوا من مشكله عدم القدره على الحمل، هالموضوع رح نطرحه من الناحيه الطبيه ومن الناحيه النفسيه. بيسعدنا نستضيف الاختصاصي بالجراحه النسائيه والتوليد الدكتور جورج جرد، وايضا رح نشوف تاثير هالموضوع نفسيا مع المعالجه النفسيه زينة زعربي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك يا زينة. اهلا ميرسي. بدايه دكتور جورج جرد، صحيح لفظت العيد صح؟ يارد سالته تحت الهواء سمعتها يارد. مش مشكله دكتور جورج يارد. اول شيء رح نطرح هذا الموضوع وبدنا نحدد بين عدم القدرة على الحمل وعدم الخصوبة عند المرأة. أحليك هذا الموضوع بس نتيجتها بالآخر واحد. نعم. يعني بالآخر في عندي كوبل مجوزين لهم فترة، هاي الفترة هاي ما عم بيقدروا يجيبوا فيها أولاد. كيف بدنا نحددها؟ ما بنحددها وقتها مثلا بيكون جوزها مسافر وبيشتغل بالدول العربية مثلا وبيجي مرتين بالسنة، ما في يقول إنه هاي المرأة عندها مشكلة بالخصوبة. نعم. أو عندها عقم. بقى القصة حتى اقول انه مظبوط هيدا الكوب بفوت ضمن الكاتيجوري للناس اللي عندهم مشكلة، بس احكي مشكلة يعني بدهم علاج، هو المفروض يكون صار في عم يصير في علاقة متكررة بالوقت اللي عم يكون فيه إباضة على فترة تتراوح فوق 12 شهر. يعني مش بالبداية، يعني مش من أول شهرين ثلاثة بيروحوا بيراجعوا الطبيب، يعني لازم ينطروا فترة تقريبا سنة وبعدين يتوجهوا لعند الطبيب ليشوفوا شو المشكله. رح لك بالطب القصه منا كثير ابيض اسود. في كثير رمادي، وبهالتحديد موضوع الخصوبه فيه رمادي 30 لون رمادي. نعم. مشان هيك بده واحد يحدد كل حاله إلى اوقات علاج لحال. يعني اذا عندي ست مجوزه عمرها 38 سنه او 40 سنه او 42 سنه، وست ثانيه مجوزه عمرها 22 سنه، طبعا 22 يمكن هلا ما بدها اولاد وعم تنطر سنه سنتين ثلاثه، بعدين بتقول لك انا ب 25 سنه كنت نقلت على بيت واستقريت بدي اجيب اولاد. صح. هيدا الوضع مختلف نهائيا عن الست الثانيه عمرها 42 سنه يلي مشاكلها ضغط وسكري خلال الحبر رح يزيدوا كثير، وممكن يكون في عندها مشاكل مرضيه بتبين معها بهالعمر هيدا، وممكن حتى العاهات والمشاكل يلي ممكن تبين بالبيبي مش بس بالحبل تكون اكثر. هون بصير في سباق مع الوقت اكثر مع كل ما يزيد العمر. مشان هيك ما فيها تكون الفتره هي ذاتها ويكون القصه مثل بريتا بورتي كل الناس يلبس مثل بعضه، ما بتزبط كثير. يعني زياره الطبيب بعد فتره معينه اذا الشخص ما عنده عوارض مش ضروريه. بالعكس هي الامور مفروض زياره الطبيب النسائي من اول يوم، وهيدي المشكله الاساس يلي عم بتصير عند اكثريه الكابلز اللي بيجوا لعنا. يعني بيجوا لعندي كوبل لهم ثلاث سنين مجوزين ما بدهم اولاد، وبعد شوي بيجوا على بالهم يجيبوا ولد.
بيعملوا فحوصات بيطلع الرجال عنده مشكله بدها يمكن 3 اشهر يمكن 6 اشهر علاج والست عندها مشكله بدها ناضور بدها قصص ثانيه. طيب هالثلاث اربع سنين اللي قطعوا لو تشخصت من اول يوم الامور وهالتضييع الوقت بلا ما يكون تضييع وقت على الفاضي استفدنا من هالوقت هيدا لحتى نعالج الامور اللي هي مخبايه ساعتها فينا نقول الست والكابلز بس يجوا عند الـ عند الـ عند الحكيم ينعمل لهم كل الفحوصات. شو هن الفحوصات عادة اللي بتنعمل؟ هن في فحوصات خاصة للرجل وفحوصات خاصة للمرأة. بقى وقتها بينعملوا كل الفحوصات ساعتها في يقول أنا وصلت على بر الأمان في آخذ وقت. بس ما في يقول في آخذ وقتي وبعد ماني عاملة شيء. الفحوصات هي من مثلا عند الرجال وفحص البذري. ديجا مشكلة الأمور اللي لها علاقة بالرجال هي 20% من مشاكل العقم. وقت عم بعمل فحص بذري للرجال اللي بياخد 10 دقائق هيدا عم يشيل لي 20% من المشاكل. وقت بينعمل ايكو للست على القليلة بشيل قصة العاهات الخلقية اللي ممكن تكون موجودة. بعمل فحص دم تأكد انه الهرمونات انه الإباضة موجودة. هون ساعتها صرت أكيد 80% إنه ما في مشكلة مبدئية فينا ننطر. بس غدا عن هيك يكون واحد مثل عم بيلعب بالنار شوي يعني وخاصة هلا أما المشاكل عم تكون أكثر التحرر الجنسي اللي عم نعيشه كل الناس عم بتعيشه له سلبيات أوقات وفي له التهابات وأكثرية الأوقات بلبنان التحرر من ناحية والحياة الطبية والزوجية من ناحية ثانية هو عم بصير في مشاكل لأنه إمكانية الالتهابات إذا ما تعالجت كمان الى عم بتوصل الى مشاكل كبيره بخصوبه مستقبليه. نحكي عن الاسباب المباشره وغير المباشره لعدم الخصوبه. اي الاسباب المباشره ما كيف ليش هيك مقسمينهم المباشره وغير المباشره يعني السبب الرئيسي والاسباب اللي ممكن تكون من الصغر مثلا أحلي. في امور اذا بدك هي بتكون خلقيه نعم يعني من الصغر بنت خلقت هيك عندها مشكله ما يمكن في ست في بنات بيخلقوا ما عندهم رحم بيكون امور لها علاقه بالكروموزومات بالجين تبع هالبيبي هي وهون كمان المفروض يتاخذ تكون هالشغله مشخصه نعم. بس يصير في تشخيص بيصير واحد يفكر بالعلاج نحن بالطب اللي ندرسه العلاج بيجي من بعد التشخيص مثلا هيدا خلافنا مع طب الاعشاب اللي اكثرية الاوقات العلاج بيكون للعوارض نعم عرفتي كيف؟ يعني واحد بوجع راسه بيعطوه دواء لوجع الراس بموضوع الخصوبه والمشاكل اللي ما بتخلي الست تحبل كثير من الاوقات ما بيكون في عوارض وهيدا عدم العوارض يعني عدم اللجوء للطبيب عدم اللجوء للطبيب يعني المشاكل عم تتفاقم والمشكله عم تصير كبيره نعم والعلاج اللي ممكن كان ينتهي بانتيبيوتيك اليوم صار بده طفل انبوب نعم بقى من هون مفروض برجع بركز على نقطه انه اول ما يتجوزوا الناس يخلصوا شهر العسل يزوروا مبروك الحمد لله على السلامه ينبسطوا يروح عند الحكيم روح عند الطبيب بعد شوي اكيد رح نحكي عن ابرز العلاجات ولكن هلا يمكن بدنا نحكي شوي من الشق النفسي زينا كيف فينا نفسر هالرغبه بالانجاب عند من الناحيه النفسيه اوكي يعني الرغبه للانجاب هي منا مفاجاه مش فجاه على ال 30 سنه واحده بتقول انا بدي اجيب ولد المرأة مؤهلة يعني ببلش رغبتها للطفل بتبلش من طفولتها نعم. يعني حسبة هي لقطة البوبي عم تلعب عم بتغنجها كيف ما بتعتني فيها هي بتعتني بهاللعبة هون ديجا عم تتمثل بحدا وفي شقفة من أمومتها بتبلش أكيد بتبلش ما فيها تنعاش تاني مرحلة هو بالبلوغ بس تجي العادة الشهرية بيقولوا لها بيحتفلوا الناس انه شي محل شو العادة بيقولوا لها هلا صار فيك تجيبي ولد هلا صار اذا حبلتي بتجيبي ولد دونك هيدا بروسيسوس يعني شي ببلش نفسيا يتحضر تدريجيا لتوصل لمحل تصير امرأة وبس تصير امرأة امرأة انتبهوا بدي احدد المرأة هي مرأة مش بس بجسمها يعني مش انه صارت مدام المرأة بفكرة امرأة يعني وحدة بتشتغل بتروح بتاخذ قرارات بتعمل امور اللي بدها بس تعيش حالها كمرأة توصل لمحل هي كلها قادرة تعطي الحياة أوكي؟ تجاوب على الرغبة يعني بالنهاية الوحدة بتجي تدريجيا بتتحضر ليه بدها تعطي الحياة؟ لأنه هي أخذتها يعني في حدا عطيها الحياة أوكي؟ عطيت يعني صار في دين بده وفى دوك أنا عندي حياة في أمانة هالأمانة بدي ردها
دونك في رغبه لاعطاء جنين لهالدنيا مثل ما الاهل عطيوها لها لهالدنيا. صحيح. حلو، يعني بس تحس حالها الصبيه ما ضروري تكون بعدها مزوجه، عندها استقلاليه معينه، او يمكن عاشت حياتها بطريقه بتحس بتخلق عندها هيدا الرغبه. ايه هيدا اللي هلا انا ما فتت شوي بتفاصيل اعمق شوي، يعني هو بالطفوله بيكون في لرغبه الولد ما بتجي من وين ما كان، في بده يكون في رجل بحياه المراه. نعم. واول رجل بحياه المراه هو بيها والدها، يعني في الاوديب بين 3 سنين و6 سنين بتجي بتقول انه انا بدي اتجوز بيي، شو بيقولوا لها؟ ما فيك بكره بتكبري وشو بتعملي؟ بتتجوزي رجل من عمرك بيقدر يعطيك هذا الشيء، ورغبتها لهالرجل يلي بس يلتقوا سوا بيقدروا يختاروا مع بعضهم يجيبوا هذا الطفل. اوكي. نعم. نحكي عن كيف يتم التشخيص وابرز العلاجات معك دكتور. اوكي. لكن قلنا اول فحص هو فحص الرجال اللي هو هين. الفحص الثاني هو بدنا نتاكد عند الست انه المسالك تبع الحمل هي طبيعيه، من عنق الرحم للرحم للانابيب كلها سوا فاتحه. والنقطه الثانيه اللي هي الاهم انه عم بيصير في اباضه، والاباضه عم تكون البويضه عم تكون نوعيتها جيده. من هون في فحوصات، في ايكو بتبلش القصه، بعدين مشان الانابيب في صورة ملونة للأنابيب ممكن تنعمل، أوقات فيها نجمع اثنين بناضور بنعمل للبطن، بس هذه أكيد مش دغري على البونجور يعني، لا هي بدها فترة في لها وقت محدد ينعمل فيه. وبعدين موضوع الإباضة بدنا نتأكد إنه هرموناتها للست كلهم سوا منيح، من فوق من راسها لموبيضة كل الهرمونات هاي ماشية بشكل منتظم، وعم تكون الإباضة بطريقة بالوقت المحدد. ساعتها فينا نقول هون انه ما بقى في مشكله مبدئيه، وبكون الست عملت الدوفوار تبعها والرجال عمل الدوفوار تبعه، وبانتظار بقى النتيجه، وهون بتاخذ وقت. هون بحب بس اوضح شغله. تفضل. يعني في كثير ستات بقولوا انا الي سنه وثلاث اشهر واربع اشهر ما عندي ولد، قصه كلها سوا بالشهر في اربع خمس ايام هولي بس بصير فيهم حبل، البقوه كله تسليه. مشان هيك المفروض نحن بس اذا هيدا الشهر مثلا ما صار في حبل ما معناته انه قطع 28 يوم و30 يوم ويا لطيف شو بدنا نعمل، لا بكون بهالاربع ايام يمكن علاقه ما صار فيه، يمكن الاباضه تاخرت شوي. من هون صار فيها هلا طرق جديده ممكن تكون معموله بالبيت لتحديد يوم الاباضه. نعم. وهيدي امور شائعه يعني موجوده بكل الصيدليات. صحيح. لنرجع كمان زينا للشق النفسي وهون نحكي شوي يمكن نفسيا، شو تاثير اذا المراه عرفت حالها انه ما فيها تجيب اولاد؟ شو بيكون تاثير يعني هالشيء عليها؟ يعني هو في شغله تقدري تجيبي اولاد، يعني انت عندك سلطه على جسمك، اوكي؟ بايامنا هاي ما بقى الواحد يعني يمكن بيقول ايه حبلت بالغلط، يعني صار في توعيه، الوحده بتختار تحبل، يعني عم نحكي بس يكون في درجه ثقافه معينه، الوحده بتقول انا هلا وصلت مع الشريك، نحن قررنا حالتنا يمكن النفسيه، لانه الواحد ما بيجيب ولد هيك تيجيب ولد بتجهز حاله، ايه بتكون اختارت تجيب هيدا الولد، بس تختار يعني صار في سلطه بي 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 يعني عنده اياها الفرد على انه اعطاء الحياه. اوكي؟ اوكي. بقى تخيلي انت بنهار يوصل هيدا الوضع تكتشف انه هالسلطه ما عندها اياها. فيك تختاري ما تجيبي ولد بس ما فيك تجبري ما تجيبي ولد. ايه تقصدمي. اوكي؟ يعني تخيلي في كثير نساء فيها تقرر هي ما بدها تجيب ولاد. صح. اوكي؟ الواحد بيقدر يعيش حياته بكذا ناحيه. تخيلي هيدا الخيار ببطل خيار. بتصفي مفروض عليك انه انت ما فيك تجيبي اولاد، شو يعني اولاد؟ يعني احشائك ما بيعطوا حياه، يعني في موت بقلب الاحشاء، يعني فينا نشبهها ليمكن مرحله انقطاع الطمس عند المراه. يعني هي الفكره نحن بنشوفها كثير بالحالات، كثير ستات وبتعرفوا هلا مثلا في يمكن ناس منها مجوزه وبتجي حتى تعمل كونسلتاسيون على الجينيكولوج، بشوفها الجينيكولوج بشوف انه في عندها مشاكل كبيره، يعني يمكن مشاكل خلقيه، يعني مثلا ما في رحم. بتكون بالاول ما فرقاني معه وحياتها كثير حلوه وانا صح. ما بدي اولاد ما بدي اولاد، بتقولي لها ما عظيم ما بدك اولاد وما فيك تجيب اولاد، حياتها تغيرت 180 درجه وصار بدها اولاد.
كمان زينة إذا ما نحكي من ناحية المجتمع، لأنه مثل قبل المجتمع، قبل المجتمع الناس يعني ما بترحم، يعني كيف بدها تكون ردة فعلها أو كيف يعني نفسيا حتنأذي إنه ما بتجيب أولاد أو ما جابت أولاد أو ما عم تقدر تجيب أولاد؟ أول شيء هذا الشيء ما رح تصرخوا على البالكون، يعني هذا شيء كثير بيرسونيل وأنتيم، بس أكيد القراب رح يعرفوا. إيه بس مش من الأول في زوج؟ نعم. يعني هي منا مع حالها، اوكي؟ دونك في عندك اول مرحله اللي هي في تنصاب الامراه ويمكن بيشهدوا الدكتور بحاله هلع. يعني اسمه شوك تروماتيك، يعني انت بتوصل لمحل بتوصل على عياده الطبيب هي عم بيبش، يعني شوي فينا نشبه كانه ابليغ بالعقم مثل ابليغ بمرض مزمن. بس يعني بس انت طبيعي تكون هيك رده الفعل. أكيد. يعني أكيد. المرأة كثير صعب، يعني هو بيبقى نحن ما عم نحكي، عم نوصف وضعه، يعني مش عم من ما عم يعني هل هو اذا بدنا نحكي نفسيا هل هو هالوضع اللي هو المفروض يكون طبيعي لانه كثير صعب انه تعرف المرأة ما بتقدر تنجب او ما عم تقدر عدم القدره على الحمل، يعني المرحله اللي بتمرق فيها او الصدمه نفسيا كيف بتاثر عليها، كيف فينا نهدي؟ هو بتاثر عليها ديجا مع حالها بعلاقتها مع ذاتها، انه هي في شقفه منها ميته، لانه انت بالنهايه بس تعطي الحياه انت عم بتكملي نفسك، في شقفه منك عم تتكمل، لانه اذا متي نار بتعرفي انت انه في شيء عم بكفيكي بهالولد اللي بيخلق يلي هو شوي شبيه لك شوي لا، اوكي؟ دونك انت في انقطاع لذاتك ولتكميلك لحالك لتكفي لبعدين، اوكي؟ دونك ديجا مع الذات في نوع من الحداد الذاتي بيتم، هيدي اول شق وهلعه كثير ووطئته كثير قاسيه، خاصه المراه، يعني هدول صرنا يعني هون الزوج بده يلعب دور الاساسي، هون ديجا عندك المراه، ثاني مرحله هي الكوبل بالزوج، لانه بني الشريك، الشريك يعني حتى برا يمكن مش زوج بيكون الشريك، لانه هون انت بس يعني يمكن في بروجي دو في، اوكي، مشروع حياتي لهيدا هيدا الثنائي انه يعمل عائله، في ناس تتجوزها تعمل عائله طبعا، يعني تخيلي انت مش بس واجهتي انه ما فيك تجيبي ولد، انت صار في هون خضه للثنائي، صدمة. نعم. هل هو بيقدر يكفي سوا؟ صح، لانه بمحل السؤال بينطرح، طب انت بدك اولاد، انا ما فيي اجيب اولاد، له حق يوصلوا للطلاق، له حق، له حق، يعني بكل، اذا هو هذا الهدف هو الاولاد، في ناس بالعكس في خطة العلاقة الزوجية والحميمة والعاطفية أقوى بتكون من هدف الأولاد، بكل هن هدفهم يكونوا مع بعضهم، بس ما في إعادة نظرة شوي، لا حتى العلاقة الجنسية بتتخربط، في تخربط حتى للعلاقة الجنسية اللي هي يمكن بيكون قبل فيها نزعة حياتية بيصير فيها، بتعرف إنه لك كل علاقة جنسية فيها خطر حمل بالوقت الإباضة، أكيد يعني فيها خطر حمل، تخيل بيعملوا علاقة جنسية بيعرفوا إنه ما في منا إرث، ما في منا شبيه لإلهم، ما في ما رح تعطي حياه. هلا عند الرجال شوي بتختلف. إيه؟ يعني بس عم نحكي كابلز، عم نحكي ست مره ورجال، اوقات المشكله بس تكون عند الرجال، بتكون الامور شوي اصعب، لانه الرجال علاقه جنسيه بالنسبه له والامكانيه الانجاب بتاثر عليه نفسيا يمكن اكثر من ما قصه المراه، لان المراه بضلوا علاجها او اذا ما جاوب جنسيا بضلها الامور تمشي بحال كنا عم نتابع عن طبيب وبدنا نعمل وسائل مساعدة، هون قصدك اذا بدك تساعد تتحبل مش بالعقم الديفينيتيف، لا ايه اوكي هون ايه غير شيء، هون بينما الرجال بصير الوضع كثير صعب. مزبوط. طيب زينة، هون بهالحالة بتنصحي يمكن السيدات يتوجهوا عند معالج نفسي حتى يقدروا يتخطوا هالمرحلة، وحضرتك دكتور مرات بتوجههم لعند معالج نفسي كمان؟ اي هلا نحن ما عدنا بقى نشغل مثل ايام زمان، يعني الحكيم اللي بيجي بشنطة سوداء وبيمروا على البيوت، صرنا بنشتغل اكثرية الاوقات بالتنسيق مع كل الاجهزة اللي موجودة متوفرة بالمستشفيات، وجزء اساسي منهم هو العلاج النفسي، في كمان جزء الغدد الصماء مثلا الاندوكرينو بنشتغل نحن وياهم كثير، في اوقات الجراحه العامه بمحلات محدده، التنسيق هو الاساسي، وانه في جروب تيم ورك مش واحد عم يشتغل مولتي ديسيبلينير، يعني بيكون هيدا انا كمان هون بدي احكي عن، في ناس ما فيها تحبل بيكون فيها تحبل بس نفسيا ما فيها، يعني هن هالنساء يلي شي محل ليش في ناس بتحبل وغير، بس يكون السبب مش طبي عم بحدد، لانه السيانس هي المرجع الاول،
بيعملوا فوس كوش. أيوة. بيروح الولد يعني شو صار؟ بدي نثبتها هاي. صح. يعني قد ايه وما بيكون بيعملوا الفحوصات الطبيه ما في شيء يعني من 10 ل 15% من الستات في شيء نفسيا بيقول مشان هيك بتكون يعني السؤال اللي نحن بنطرحه من ناحيه نفسيه شو اللي عم بيخلي هالرحم ما يحمل ما يقدر يحضن هالطفل؟ شو اللي بالامومه؟ الامومه لانه شيء نفسي كمان اللي شو اللي ما عم يستقبل هالولد؟ نعم. ليش ايام كثير بس ما يكون في سبب طبي؟ اوكي في ناس بتولد بالسادس او بالسابع، شو اللي فيها براسها كأم ما عم يقدر يحمل او يقود هالحمل للشهر التاسع؟ نعم. هون صرنا اكيد من بغير محل بغير يعني موضوع. بغير موضوع بغير موضوع بس ثانكيو بتعرفي دائما هيك بتجاوبي بتوصلينا للفكره اللي بدنا اياها بس بدي جاوبك بدي جاوبك على البسيكولوجي العلاج النفسي كثير مهم لانه علاقه هالمرأة حتى مع كذا فوسكوش عملتهم اجهاض شو بيقولوا ترويق مش هي روحت يعني مش اجهاض توقف الحمل ايه توقف الحمل تبعها اوكي تعاطي المراه مع هيدا الشيء منه سهل عاطفيا ولا نفسيا دونك هون لازم تتوجه لبسيكولوج لتقدر تتعاطى مع هالجسد بس شغله ثانيه بدي اقولها الابداع والخلق والواحد يعطي الحياه ما ضروري بالطفل المراه يمكن اللي هي بتلاقي حالها عاقه لازم بالعلاج النفسي توصل لمحل تعطي الحياه يمكن بالفن بالكتب بشي هي فيها تصنع ويكون خلاق وبيعطي بيولد حياه اوكي وبيبقى ذكراها يعني مارلين مرو ما كان عندها ولد صح. بس بعده فنه موجود يعني ميرسي زينه ثانك يو لحضورك معنا دكتور اكيد رح تبقى معنا حضرتك رح نحكي كمان شوي تغذيه بعد البريك ولكن هلا رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلام نرجع نتابع الفقرة السابقة تحدثنا عن مشكلة عدم الخصوبة عند المرأة من الناحية الطبية والنفسية ويبدو أنه كمان إلى أيضا ارتباط مباشر بالمأكولات يلي منتناولها نستوضح أكثر عن هالموضوع مع ضيفتنا خبيرة التغذية نغم طنوس أهلا وسهلا فيك نغم ميرسي كلكم ذوق وكمان طبعا بعده بضيافتنا الاختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد دكتور جرجيرد أهلا وسهلا فيك دكتور نغم بداية هل من علاقة يمكن بين الغذاء وعدم الخصوبة؟ نعم طبعا اذا ما في مشكله فيزيولوجيه ما لها حل الغذاء ممكن يساهم بزياده الخصوبه عند النساء وعند الرجال كما انه الدراسات بينت اذا الاكل كان منه اكل صحي غني بالدهون المشبعه الدهون المهدرجه المقالي والمعجنات بيؤدي للوزن الزايد خاصه بمنطقه البطن بتزيد الالتهابات بالجسم وهذا الشيء بيؤدي للتخفيف من شانس الخصوبه عند النساء وعند الرجال خاصه عند النساء لازم يكون وزنهم صحي ما يكونوا تحت المعدل طبيعي طبعا تتخربط الميعاد او ما يكونوا ولا يكونوا اوفر ويت بذات الوقت والرجال كمان ذات الشيء الرجال نفس الشيء والرجال اكثر عندهم لازم يكونوا اشخاص شوي رياضيين منهم سيدانتير بيقعدوا كل النهار خاصه اذا كان عندهم الكرش اللي هو كثير بيولد مشاكل صحيه وباثر على الخصوبه بذات الوقت نعم غنى نغم هل في تغذيه معينه للرجال؟ نعم في تغذيه معينه للرجال وحتى للنساء انا جايبه اليوم معي صور اذا فينا يلا رح نشوفهم نعم. هيك وتفسري لنا اكثر ناخذ طبعا راي الدكتور طبعا هون رح نبتدي عند النساء لانه السلايدز هون بلشنا عند النساء مثل ما بنعرف انه الفواكه والخضره هن من الفئات الغذائيه اللي كثير صحيه بيحتووا على مواد ضد التاكسد اللي بتحمي الجسم من الاجسام الحره اللي عاده بتنزع وظيفه الخلايا ووظيفه الهرمونات بالجسم فالاكثار من الفيتامين ا والفيتامين سي الموجوده بالفواكه والخضره ومنها الحشائش الخضراء مثل ما عم نشوف على الصوره تحتوي بيتا كاروتين او فيتامين ا اضافه للفيتامين سي الموجود بالبندوره بالفليفله بالكيوي وبالاورانج او الليمون كمان بيساعدوا لتخفيف الاكسده من الجسم وزياده الخصوبه عند النساء دكتور شو رايك تأثير الأكل طبيعي تأثير الأكل على الجسم كله بوضع الحمل والخصوبة والحبل خاصة نعم له تأثير كثير مهم بس تأثيره بيبقى غير مباشر يعني بيكون في ستات عندها مشاكل محددة وهول المشاكل المحددة بيستوجبوا مثلا الناس اللي عندها تريجليسيريد كوليسترول المفروض هول ما ياكلوا اشياء مشبعه بال نعم. الناس مثلا اللي عندها استعداد للسكري ما ضروري السكري في ناس عندهم استعداد للسكري والسكري يبين بالحبل هون كمان مفروض يكون الحميه يعني انتباه للموضوع له علاقه بالسكري وغيره ثلاث اشهر قبل الحبل لانه هذا ممكن ياثر على الحبل نوعيه الحبل وتشوهات ممكن اللي يكون موجوده عنده تنتج عنه بقى في تاثير اكيد في تاثير
بس بيبقى حبه الفريز مش مثل حبه الدواء، يعني مش واحد انه اذا اكل اثنين فريز على بكره يعني خلص مشي حاله عمل دوفوار. ايه اكيد اللي هي مود دو في اكثر ما هي صح لقمه. رح نتابع لكن بالصور، رح نتابع بالصور. اضافه للفواكه والخضره فينا كثير نعمل جوسز ديتوكس بالبيت مبنيين على كل شيء اخضر، الجرينز مثل ما عم نشوف بالصوره، الخيار مع البقدونس، البقله، السلري او الكرافس، كثير بيساعدونا ننظف السموم من الجسم عبر البول، وهذا الشيء كمان بيساعدنا انه نهيئ حالنا قبل بثلاث اشهر لحبل بطريقه سليمه. اوكي. في عندنا الفوليك اسيد او الفيتامين بنف، انواع الفيتامينات طبعا دكتور بنعرف صاروا كل الناس بتعرفوا انه قبل بشهرين ثلاثه من الحمل الطبيب المختص الجينيكولوج بيوسف سبلمنتس او مكملات غذائيه للفيتامين بنف، ولكن اليوم انا حابه احكي وين موجود هالفولات بالاكل. فينا نلاقي الاسبرج مثل ما عم نشوف بالصوره، حتى الليمون وعصير الليمون كمان بيساعدونا، البقوليات والحبوب منها الفاصوليا البيضاء كمان فيها هالفيتامين بنف، اضافه للحشائش الورقيه مثل الركة فينا نستعين فيهم تناخد قسم من حاجاتنا من الفيتامين بنف بالاكل. اوكي. حتى بالبلدان من برا وان شاء الله اكيد هلا بالبلدان العربيه وبلبنان في عنا منتوجات نشويات مثل الخبز ومشتقاته كمان عم بيكونوا قارشي او فورتيفايد بالفوليت بالفيتامين بي 9، فان شاء الله اكيد بصير هذا الشيء متطور اكثر بنصير ناخذ الفيتامين بنف كمان من النشويات الكامله، وبدي الفت الانتباه انه النشويات الكامله كمان بترجلج معدل السكر بالدم، وهذا الشيء بيساعدنا خاصه للنساء اللي عندهم اكياس على المبيض او اوفر بوليكيستيك، فالنشويات الكامله مفضله عن النشويات البيضاء. دكتور وافق. بجوز موافق قصيت انه حلوه النظره من الاكل على المريض، اوقات بتشوفي المريض صار شكله مثل شكل الاكل، يعني مثلا نحن ليش ضحكت؟ لانه خاصه بالتكيس على المبيض يعني الاوفير بوليكيستيك بنقسمهم لستات بيشبهوا التفاحه وبيشبهوا النجاسه. بكون الوضع شوي مختلف بين التفاحه والنجاسه، بالحديث عن الاكل ايش على فكره هي الخبريه مشان هيك ابتسمنا وشفتها معلومه. افوكا الافوكا والزيوت المفيده الموجوده بسمكه السمو، هون في عنا سمكه السمو المشويه، للاشخاص اللي ما بحبوا الاسماك او عندهم حساسيه على السمك بيقدروا ياخذوا الاوميجا 3 من الافوكا، من الزيوت النباتيه، من زيت الكانولا، من الفلاكسيد او بذره الكتان، ومن الجوز كمان، وانا اليوم حضرتكم بالاخير شيك بيحتوي على بذره الكتان تنزيد من الخصوبه عند النساء وعند الرجال بذات الوقت. اوكي. هون صورة ثانية للبروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية، مثل ما بنعرف السمو غير انه بيحتوي على الاوميجا 3 كمان فيه بروتين حيواني ذو نوعية جيدة وما بيحتوي على دهون مشبعة. أوكي. ومثل ما قلت للاشخاص اللي ما فيهم ياكلوا سمك بيقدروا يتناولوا البقوليات والمكسرات تياخذوا هالبروتين النباتي، لانه دراسات قالت انه البروتين النباتي كمان بيساعد النساء لزيادة الخصوبة. اوكي. هون الفلاكسيد او بذر الكتان، في عنا تشيا سيدز اللي هلا عم نسمع عنه اكثر، هو طبعا من السوبر فود. تشيا يعني سترينكس او القوة، فكمان فينا نستعمله بماكولاتنا. تشيا سيدز هلا الموضة، فينا موضة التغذية. اوكي. الافوكا كان لها انتباه خاص لانه فيها جلوتاتيون اللي هي ماده ضد التاكسد تحمي الخلايا، اضافه لاحتوائها على الفولات وعلى الدهون الغير مشبعه. وفي دراسات انحكى عنها، ما بعرف دكتور اذا بتوافقنا، انه هن عم يعملوا اي في اف، اذا النساء كانت عم تتناول كميه كبيره من الافوكا ممكن تزيد من شانس الخصوبه بهيدي الفتره. احنك نحن بالموضوع بالتحديد بالنسبه للاي في اف او الاكسي او غيره كثير بنتردد انه نغير بروتوكولاتنا على دراسات صغيره، حلك ليه؟ لانه شيء مجمل بالطب 50% اللي بنعرفه نحن اليوم رح يبين انه غلط بعد 10 سنين، وهيدا مثبت علميا، كل الناس بتعرف. صحيح. الشيء اللي نحن اليوم عم نقله يمكن نصير نسبه بعد 10 سنين. مظبوط. واذا بترجعي لورا تنشوف اذا الشغله مظبوطه او لا، بتشوفي كنت مفكرة طلعت غلط. في قديش اشياء كنا نحكيها ونباركها ونبشرها وننصح فيها. ايه وبخور من 10 سنين، واليوم صرنا هلا كلها سوا هيدي الاشياء كبيناها، مشان هيك كثير نحن شوي بالامور اللي هي هيك سكوب دراسات بنضرب شوي فريمات لهيدا العين، ان شاء الله كثير من الاوقات بتطلع يمكن ان شاء الله تكون من 50% رح يبقوا، بس انه بالمبدا نحن شوي الطب غير مرات مش دائما بيتوافقوا مع التغذيه ذات الشيء. لا بالعكس، في في اشياء يمكن بس قد ما بتصدق قد ايه كثير كبيره، بس خاصه وضعهم هلا كل شيء النوتريسيونيست صارت بالمستشفى وبالحقل الطبي شيء اساسي،
مثلا قبل انا بذكر انه ما كان في كثير ناس علماء غذاء بالمستشفيات، اليوم صارت ماست بكل مستشفى، صار في ناس. هاي اخر صوره عن الغذاء عند النساء. نعم، كمان في بعض الدراسات بتقول انه عند النساء لازم على القليل يكون في حصه من حصص الحليب ومشتقاته يكونوا كاملين الدسم، والبقيه يكونوا قليل او خالي الدسم. يعني فينا مثلا ناخذ الحليب زيرو فات مدعم بالكالسيوم بالفيتامين دي، ولكن اللبن والجبنه يكونوا عادي، جبنه بيضاء اكيد تكون صحيه، واللبن كمان ممكن يساعدنا. اوكي، لنشوف الرجال. رجال كمان بنحكي عن الفواكه والخضره، ولكن بشكل خاص بدنا نشوف بالصوره الثانيه في عندنا الفيتامين سي. كان يعني الدراسه بتحكي عن الفيتامين سي عند الرجال كرمال السبرم كاونت او الكواليتي تبع السبرم. شو 100% بصم الحكي. مظبوط. انا عم بحكي عن كل الدراسات اللي تثبتت او بعضها قائمه، ومنها الفيتامين سي، في عندنا الاورانج، في عندنا كمان البابايا، البندوره، الفليفله والكيوي، مش بس الاورانج فيه فيتامين سي. والحلو انه ليمونه بالنهار بتعطينا 130 ملي جرام من الفيتامين سي، ونحن حاجتنا 90 ملي جرام، فكثير هين انه ناخذ حاجتنا للفيتامين سي من التغذيه. اوكي، وهلا في بكثره اورانج، في بكثره اورانج على انواعه. يلا لنشوف. في عندنا الفواكه والخضره اللي لونها احمر بنفسجي، فيها كثير انتي اوكسيدان او مواد ضد التاكسد، ففينا نكثر منها بغذائنا على السلطات وكسناكس بين الوجبات. فواكه كثير مفيدة للبشرة. رمان. صحيح، الرمان من الفواكه اللي لونها أحمر بنفسجي، فينا نعصر عصير الرمان ناخده بين الوجبات كسناك، أو نرش رمان على الأكل كثير بيطلع طيب كمان. نعم. أوكي. وطبعاً الفوليت أو الفيتامين بنف مثل ما عند النساء كثير منيح، عند الرجال نفس الشيء، وبنشوفه بالحشائش الخضراء وبالأسبرج. بروكولي، كل هال صحيح كمان بيساعدوا. الجوز كمان مفيد، لانه قد هو مفيد وشكله مثل الدماغ، فيه الزيوت المفيده، كمان بيساعد عند الخصوبه عند الرجال بذات الوقت. هلا مفيد لكل اللوز، يعني مش بس الجوز، عفوا كل لوز كمان، وكل الزيوت المفيده. صحيح. وبدنا ننسى نحكي اهم شيء عند الرجال كان الزنك، معدن الزنك الموجود بالمحار او الاويسترز. خمسة من هول الصفد بالنهار بيعطوا حاجات الرجال للزنك اللي هو 11 ملي جرام بالنهار. نعم. فأكيد مش كل يوم رح ناكل محار، ففي الصورة الثانية بتفرجينا الزنك وين موجود بغير مأكولات. بنقدر نلاقيه بالدجاج واللحم الهبرة، الفلاف وفيلي البقر المشوي، وحتى الزيوت المفيدة مثل بذر البطيخ أو دوار الشمس. كمان بنقدر ناخذ حاجاتنا من الزنك النباتي للأشخاص للرجال النباتية. نعم. أوكي. وهيك بنكون حكينا عن عند النساء والرجال التغذيه. بعدني بقول انه هول كلهم دراسات. نعم. ما في شيء تاكد، يعني ما في اكله هي اللي بتزيد الخصوبه بحد ذاتها، ولكن هي طريقه حياه نعيشها. صح. وندخل هالمأكولات المفيده تنحافظ على صحتنا ونزيد الخصوبه بذات الوقت. اكيد. نغم، نروح انا وياك على المطبخ، محضرتي لنا صحيح شيك معينه. اوكي مزبوط، ننتقل انا وياك على المطبخ لنشوف شو حضرتي لنا، وبلكي كمان كل السيدات او الصبايا اللي عم بيحضرونا يستفيدوا. هاي دلال، اشتقت لك. انا ما بيجي نهار اثنين وما طلعت عليك اليوم، هلا بشوفك بالاخر اكيد. نعم، تفضلي نغم. هون محضرين اول شيء الانجريدينتس. في عندنا الحليب مثل ما قلت قبل شوي، في يكون قليل الدسم او خالي الدسم. نعم. ولكن مره بالنهار لازم يكون عندنا منتوش كامل الدسم من مشتقات الحليب، فانا اخترت اليوم الحليب الكامل الدسم. نعم. هون اذا بنشوف طحنت مع بعضهم التشيا سيدز اللي فلاكس سيد اللي هو بذر الكتان، والكرامبري من الفواكه اللي لونها احمر بنفسجي اللي فيها مواد ضد التاكسد، وطبعا في عندنا الافوكا. الافوكا كمان بيساعدنا لانه فيه زيوت مفيده ومواد. نعم. ضد التاكسد. نعم. اوكي، رح نخلطهم كلهم. صحيح، اول شيء الافوكا والحليب. نعم. اوكي، رح نحط هون الافوكا. هلا هي خالصه عندنا هون. صحيح، هيدي هي خالصه. اوكي، لكن ما رح نخلطهم على الهواء، بس من اوكي بنضيفهم مع بعض. صحيح. اوكي، في شيء بدنا نضيفه؟ كل هن، بعدين بنطحنهم وبنكون حضرنا الطبق الغذائي او ما لازم اذا بدك نطحنهم، لانه اذا هي خالصه، هيدي هي خالصه، بتطلع هيدي بهيدي الطريقه. حليب، افوكا، كرامبري، تشيا سيدز وفلاكسيد. نعم. لزياده الخصوبه عند النساء وعند الرجال، بقت خالها بنظام غذائي صحي اكيد. نعم. مش لحالها. ثانك يو كثير نغم، رح تبقي معنا اكيد، والدكتور اكيد دكتور جورج باقي معنا لانه بدنا ندوق اكلات دلال. فاصل ومنتابع.
اكيد هلا دلال رح تفسر لضيوفنا شو عملت لنا اليوم. اليوم عملنا الكب كيكس على سمك يلي سبق وحكيناه، يلي حطينا له على وجهه الدراي توميتو او الفطر او الحبق الساشي، وعملنا التارت على موكا يلي هي تارت كثير طيبه يلي ضفنا لها الشوكولا مع الكريم باتيسير، عملناها مع النسكافيه وزينا باللوز على الوجه. صحتين، يعطيكم الف عافيه. بما انه هيك نحن تابعناك كل الحلقه دلال، وشفنا كيف كانت عم تكون، شفنا كيف التحضيرات صارت. ثانك يو، اكيد بنشوفك نكست ويك اذا قللت. واكيد بدنا نشكر ضيوفنا. ثانك يو غنى ونغم. شو بدك عادتنا؟ شو قلت انا؟ هدى هدى غنى غنى نغم. ثانك يو نغم، انبسطنا كثير انك جيتي معنا وان شاء الله بنشوفك قريبا جدا. دكتور ميرسي كثير، دكتور يارد ميرسي على كل هالمعلومات الطبيه الغنيه اللي اعطيتنا اياهم اليوم. وهلا رح نختم مع انا بدي اخذ هدى بونجور. اهم شيء لا تتهاوشون انت ولا ساشا نفس الشيء، كلكم احبكم. نيفين مش ساشا، انا ونانسي عم نتخانق. انا ونيفين شلونك نيفين؟ الحمد لله منيحه. وانت يعني نيفين؟ انا شفت نانسي وساشا بالامارات، لازم اشوفك انت بعد الامارات ان شاء الله قريبا. ان شاء الله اهم شيء لا تتهاوشون. اوكي قاعدين تسمعوني؟ ايه عم نسمعك نانسي. اليوم عندنا وايد مواضيع في حلقتنا. اليوم رح نتعرف على جماعة مبدعة سعودية لا تعترف بالفشل وتشتد عزيمتها كلما اشتدت الصعوبات. وعندنا اليوم ككل اسبوع فقرة الديكور، رح نتكلم عن ديكورات فصل الربيع. مثل ما تعرفين الحين قرب الربيع، مع المصممة سماح العلول. ورح نتكلم عن جائزة جدة للمعلم المتميز، واللي تنافس فيها 41 ألف معلم ومعلمة للحصول على المرتبة الأولى. وعندنا في فقرة الجمال رح يعرفنا جو رعد على حقبة الثمانينات مع الشعر المفرود والمرفوع. ورح نتكلم عن تأثير المشاعر الإنسانية على أجسامنا وأهمية التخلص من الأفكار السلبية. واليوم بعد نانسي ونيفين عندنا فقرة التغذية، مو بس أنتم تتكلمون عن التغذية. اليوم رح نتعرف على أساسيات حساب السعرات اليومية عشان نحافظ على جسم رشيق وصحي. طبعا أدري نانسي أنت نيفين ما يعني ما تمشون على هذه الخطوات، بس رح نحاول أمشي أنا وياكم. وندعو مشاهدينا طبعا أنه يشوفون فقراتنا وتعجبهم ويمشون معنا على هذه الخطوات عشان نحافظ على رشاقتنا. يعطيكم العافية كل فريق العامل في برنامج بيروت. الله يعافيك هدى، موفقين بحلقة الليلة. أكيد بدنا نشكر كل اللي تابعونا وكانوا بضيافتنا، وكل اللي عم بيحضرونا عبر ال بي سي الفضائية. فيكم تنتقلوا وتحضروا برنامج سيدتي عبر روتانا الخليجية. أنا ونانسي بنودعكم، باي باي، بنشوفكم بكرة. باي باي.